فترات حضور الدورة كاملة. الأمر الآخر راح أحط لكم إن شاء الله بعد قليل رابط في الشات، أرجو أنكم تعبوا أسماءكم كما ترغبون أنها تظهر في الشهادة. الآن بس اسمحوا لي أني أرحب بسعادة الدكتورة هاني السبيت. أول شيء نشكرها حقيقة على إعطائها من عطائنا من وقتها الثمين، وجزاها الله ألف خير. دكتورة هاني السبيتي عضو هيئة التدريس في كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات، وحاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة مانشستر في تخصص الذكاء الاصطناعي والتعليم. تقلدت عددا من المناصب، منها نائبة المشرف العام على مركز تقنية المعلومات، ونائبة المشرف العام على مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية، ووكيلة عمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل. لديها كذلك عدد من الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. تفضلي معنا دكتورة هاني. بالنسبة للأسئلة تستطيعوا أنكم تكتبوا لو عندكم أي شيء في الشات أو واجهتكم أي مشاكل. كذلك ممكن تأجلوا الأسئلة الخاصة بالدكتورة حتى هي تنتهي من الدورة التدريبية. تفضلي دكتورة هاني ومعك المايك. الشكر لك زميلتي العزيزة ودكتورتنا الفاضلة دكتورة عهد. بس أتأكد منك الصوت إن شاء الله يكون واضح. نعم دكتورة أسمعك واضح. يعطيكم الصحة والعافية، وشهر مبارك على الجميع، ليلة رمضانية جميلة بحول الله على كل حضورنا الكرام. حقيقي يعني أتقدم بداية بالشكر الجزيل لكليتنا الحبيبة كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات بجامعة أم القرى على دعوتهم الكريمة لي للمشاركة في مبادرة مناهل رقمية. هذه المبادرة القيمة والكريمة اللي يعني تطمح للاستفادة من الليالي الرمضانية بما يفيد ويعني يمتع بحول الله. يعني أتطلع لحضور شرائح متنوعة من داخل الجامعة ومن خارجها بحول الله. حقيقي اشترنا في البداية أنا ويعني زميلتي عهد إيش تكون الدورة الأولى اللي نحاول نطرحها. ما شاء الله حاليا يعني مع الأزمة الله يرفعها عن الجميع يا رب، صار في كثرة ما شاء الله في الويبينارات والدورات الأونلاين، فحبينا نقدم شيء يكون مختلف. يعني حسينا أنه قد تكون الآر في شوية قصور من ناحية المدربين لإلقاء الضوء عليها، فحبينا أنه نحاول نقدم شيء مختلف وإن شاء الله يكون مفيد للسادة والسيدات الحضور معنا اليوم. طبعاً بس العرض معلق. طبعا يعني ما نتوقع انه خلال ساعتين حنقدر نغطي كل ما يتعلق بلغه ار، لكن حنحاول نعطي مدخل او مفاتيح كذا تساعدكم في انكم تنطلقوا بهذه اللغه بحول الله. فنبدأ على بركة الله ليلتنا. يعني حنتناول عدد من المحاور بحول الله، حتكون متنوعة ما بين محاور نظرية ومحاور تطبيقية أو عملية. السبب في أنه أنت يعني صعب أنك تتعلم لغة وتتقنها ويعني تقدر تطوعها لأنك تحقق أهدافك بدون ما تفهمها وفق السياق المنطقي لاستخدامها. فنبغى يعني نتناول أشياء نظرية بسيطة تساعدك في أنك تكون متمكن من هذه اللغة أو هذه الأداة. ولعلي يعني بس كذا نبدأ بحاجة أنه الآر ليست أكيد الأداة الوحيدة اللي ممكن تستخدم في تحليل البيانات أو في التحليلات الإحصائية أو حتى في إخراج الرسوم البيانية، هي واحدة من مجموعة من الأدوات الممكنة والمتوفرة. ودائما حقيقي أحب أقول أنه يعني الشخص اللي بيستخدم هذه الأداة أو غيرها من الأدوات هو اللي يقدر يقرر كيف تكون جودتها ويعني كفاءتها في إنتاج ما يرغب في إنتاجه. ولذلك حرصت أنه أنا يعني أتناول شيء من الأمور النظرية الأساسية اللي حتساعدك بحول الله أنك تكون متمكن أكثر من الآر. العام أكثر على مقاطعتك يا دكتورة، بس الظاهر أنه شاشة العرض ما هي ظاهرة حتى عندي ثابتة ولا ما فقط اللون أزرق شاشة زرقاء. طيب إذا خلوني احاول انا يعني الان قاعده اسوي شير لملف PDF، فبس استاذنكم اغير لباوربوينت ان شاء الله انه
تنحل المشكلة. هل ظاهر الآن يا دكتور عهد؟ لا لسه. طيب جربي تعملي ستوب شيرنج وتعملي شير مرة ثانية. أيوة، هو معطيني نوت شيرد حاليا. تمام، ظاهر الآن إن شاء الله دكتورة. ايوه نعم واضح دكتوره. وكذلك اي ويندو تكون ظاهره عندك مثلا حقه البارتيشمنت ولا الشات كلها اعملي لها مينيمايز او بعديها لانها تظهر للحضور كذلك. تمام طيب، فإذا زي ما قلنا حنتناول عدد من المحاور دكتورة، اللي واضحة الآن شاشة المحاور، صحيح؟ صحيح، تفضلي دكتورة. أول محور حنبدأ فيه بحول الله، يعني حنتناول كذا أسئلة، ليش R؟ هل أنا فعلا يعني تستحق هذه اللغة إني أنا أستمر يعني أتطور فيها وأتعلم مزيد حولها، ولا يمكن ما تكون هي الأنسب لي؟ بعد كذا زي ما ذكرنا حنحاول نفهم السياق اللي احنا المفروض نستخدم الار فيه، اللي هو البيانات وكيف نحلل البيانات ونحاول نستخرج صور منها، وبعدين حنبدا ننطلق مباشره للبدايه باستخدام ار وتثبيته على الجهاز وكيف نبدا نحلل البيانات باستخدامه. حنتناول عدد من الامثله التطبيقيه بقدر ما يعني تتسع له الساعتين المتاحه لنا، وحختم بكذا بس مفاتيح تساعدكم في انكم تطوروا نفسكم في لغه ار بعد هذه الدوره بحول الله. طيب لماذا ار؟ يعني زي ما يقولوا الارقام لا تكذب، فلو حاولنا نطلع على الرسم البياني اللي امامنا اللي ماخوذ من يعني عدد الزيارات او الترافيك على الاسئله المختلفه في موقع ستاك اوفر فلو. احنا عارفين موقع ستاك اوفر فلو واحد من الوجهات الاساسيه للمطورين، لو حسيت نفسك ستاك محتاج معلومه معينه في لغه معينه اول حاجه تفكر انك تسال فيها سؤال هي موقع ستاك اوفر فلو، فدائما بنستخدمها علشان نقيس مدى شعبيه واهتمام الناس في يعني ادوات التطوير المختلفه. فالرسم بيبين لنا زي ما احنا شايفين المنحنى اللي باللون الازرق واضح تماما اللي هذا هو يخص لغه ار، مقارنة بباقي المنحنيات اللي تخص اللغات الأخرى إنه شعبية الآر في تزايد واضح من نشأتها إلى الفترة الحالية اللي إحنا فيها. طبعاً للأمانة يعني العلمية الرسمة ما تشمل كل لغات البرمجة، زي ما مكتوب عندنا في الأعلى في لغات مفروغ من شعبيتها، إحنا عارفين إنه يعني في لها شعبية كبيرة زي البايثون، جافا سكريبت، الجافا، البي اتش بي، هذه ما هي ظاهرة أمامنا على المنحنيات في الرسم البياني. لكن حاولنا نقارن الآر هنا باللغات الشبيهة فيها اللي هي إحنا لسه ما إحنا متأكدين هل في لها شعبية ولا ما لها شعبية، برضو اللغات تعتبر حديثة ظهرت مؤخرا ونبغى نعرف التيار كيف ماشي. يعني فإذا كنت من الناس اللي يعني ما تحب تتعلم لغة إلا لما تكون لها شعبية فأنت ماشي في المسار الصحيح، تعلمك للآر هو ماشي مع التيار وليس ضده. طيب يا ترى الناس الكثير هذول اللي بيستخدموا ار ينتموا لاي فئه؟ برضو الرسم البياني الثاني برضو ماخذ من ستاك اوفر فلو يوضح لنا انه اكبر فئه من المستخدمين هي فئه الاكاديميين. طبعا بيستخدمونه لاسباب مختلفه حنتناولها ان شاء الله، يعني تحليل البيانات وتصوير بيانات وهكذا. فبرضو لو كنت انت من هذه الفئه، وانا اتوقع غالبيه الحضور اليوم يعني من طلبه الجامعه من اعضاء التدريس من هذه الفئه، فاذا كان هدفك من تعلم الار استخدام اكاديمي في ابحاثك العلميه في التكاليف، فانت ايضا في المسار الصحيح وفي المكان الصحيح
وأنصحك بأنك تكمل، لأنه الآر حتكون أداة تزيدك قوة وتزيد مهاراتك في المجال الأكاديمي. طبعا في فئات مختلفة كثيرة أيضا بتستخدم الآر، منها القطاع الصحي زي ما احنا شايفين في الرسم البياني مذكور، الهيلث كير، القطاع الحكومي، الجفرمنت، الاستشارات، الكونسلتنج وغيرها من القطاعات. لكن القطاع الأكبر استخداما أو اللغة الآر شاي عنده أكثر هو القطاع الأكاديمي. طيب، واحد من المواقع اللي عادة احنا يعني بنلجأ لها علشان ناخذ المعلومة بطريقة فكاهية اللي هو موقع الرسوم الكاريكاتيرية الأكاديمي الـ XKCD. وجدت واحدة من الكاريكاتيرات، أنا شايفة أحد الحضور بيقول ما في صوت، المفروض أنه يكون في صوت، الأغلبية المفروض سامعين الصوت. حاول تعدل في الإعدادات عندك. الرسم البياني بيوضح لنا أنه كان في حقبتين للمقالات الأكاديمية ولجودة تحديدا الرسومات البيانية فيها، فهم هنا من خلال الرسم بيحاولوا ينتقدوا جودة الرسوم البيانية في حقبة ما قبل R، وبيمتدحوا الرسوم البيانية وجودتها بعد ما ظهرت الآر، وبعد ما صاروا الأكاديميين يستخدموا الآر علشان ينتجوا رسوم بيانية ويستخدموها في أبحاثهم. فأرجع أقول إذا أنت كان هدفك من تعلم الآر هو استخدامها استخدام أكاديمي بالذات في الأبحاث العلمية، فأنصحك بالاستمرار وإكمال الطريق، لأنه حقيقي ممكن يعني يجي وقت أنه ما عاد يصير مقبول انك تنشئ رسوم وتضيفها في مقالاتك الاكاديميه باستخدامك لادوات ما تكون بروفيشنال او ما تكون ذات جوده كافيه. فيعني هذه بعض الارقام اللي توضح لنا لماذا ار، ليش احنا بنهتم باننا نطور انفسنا بار اكثر واكثر. طيب، ايضا حقيقي تزايد الاهتمام بار زي ما شفنا في المنحنى او المنحنيات السابقه مع تزايد الحاجة لمحللي البيانات، زي ما قلنا إحنا السياق العام لاستخدام الآر هو تحليل البيانات. فأيضاً إذا كان هدفك من تعلم الآر إنك تحاول تزيد من فرص حصولك على وظائف أكاديمية مستقبلاً أو وظائف تحليل بيانات تحديداً، فأنت أيضاً ماشي على المسار الصحيح، وأنصحك بالاستمرار وتطوير مهاراتك. يعني حاولنا ناخذ إحصائية من شركة IBM، تقرير من IBM قارن بين عام 2015 وعام 2020 عدد الوظائف الشاغرة اللي لسه يعني متاحة ما عليها أحد لمحللي البيانات في الولايات المتحدة الأمريكية. شايفين أرقام كبيرة بالملايين، في عام 2015 كان 2.35، في 2020 كان متوقع 2.72. فأرجع يعني أرجع أقول إذا كان هدفك زيادة فرص حصولك على وظائف فأنصحك بتطوير نفسك في لغة الآر. أيضا تزايد الاهتمام بآر تصاحب معه أو تزامن معه تزايد في أعداد الناس اللي ينتمون لمجتمع المهتمين بآر، أو يعني زي ما نسميهم الآر كوميونيتي. مهم جدا لما أنت تتعلم لغة جديدة أو يعني أداة جديدة أنك تحس نفسك يعني في لك عائلة ممكن تقدم لك الدعم. عائلة آر أو الكوميونيتي حق الآر قاعد يتزايد وقاعد يقدم الدعم بطرق عديدة، من خلال كتب، من خلال دورات، من خلال زي ما قلنا مثلا أسئلة وأجوبة في ستاك أوفر فلو، فكل هذه يعني حتكون متوفرة لك، وبالتالي أنت حتحس نفسك مطمئن وأنت تتعلم لغة R، لأنه الدعم اللي حتحتاجه حيكون موجود. وإن كنا يعني زي ما ذكرنا في البداية يمكن باللغة العربية شوية ما زلنا مقصرين ونحتاج نزيد الجهود في هذا الجانب. أيضا يهمنا جدا لما نتعلم لغة جديدة أنه نعرف يا ترى هل في مكتبات إضافية طورت من أجل هذه اللغة أو لا. كل اللغات بما فيها الجافا، البي اتش بي وغيرها، عادة يكون في الحزمة الأساسية للغة، وبعدين المطورين يتعاقبون على تطوير لغات أو عفوا حزم إضافية لزيادة الفانكشناليتيز أو الوظائف المتاحة في هذه اللغة، واللي تخليك تستخدم هذه الأداة بطريقة أسهل وأسرع. بدل ما الوقت اللي كنت تقضيه مثلاً ساعات علشان تسوي مهمة معينة، تقدر باستخدام المكتبة تنفذ المهمة بوقت أقصر وطريقة احترافية أكثر. فيعني الكوميونيتي حق R طور عدد كبير من المكتبات اللي صارت متوفرة،
وبالتالي أنت حتحس نفسك يعني في جانب آمن، لأنه في مكتبات كثيرة وفي مجتمع ما زال بيطور عدد من المكتبات. طيب، واحد أيضا من الأشياء اللي ممكن تفكر فيها إنه هل الآر تناسبني ولا ما تناسبني، التكلفة. يا ترى كم حتكلفني آر علشان أتعلمها؟ كم حاحتاج أدفع علشان مثلا أحصل على ترخيص البرنامج؟ الشيء الجيد إنه الآر مجانية، فأنت هي open source متاحة بشكل مجاني، ما أنت محتاج تدفع أي مقابل علشان تبدأ باستخدام الآر. حتى حجم الملف يعني صغير، ما حياخذ مساحة كبيرة. بعض البرامج اللي ننزلها على أجهزتنا تكون ثقيلة، ما حتحس إنه جهازك يعني صار فيه بطء مثلا أو شيء. فمقارنة بالأدوات الأخرى زي ما ذكرنا في البداية، في أدوات كثيرة تقابل الآر وتنافسها، زي مثلا حتى برنامج الإكسل، الـ FPSS، الساس، الماتلاب وغيرها. هذه كلها من زمان تستخدم للتحليل الإحصائي، ولها يعني مجتمعاتها وناس المحترفين فيها، لكنها غير مجانية. فإذا أنت تبحث عن خيار مجاني، الآر خيار مناسب. أيضا تمتاز بسهولة التعلم وسهولة التثبيت. حختم جزئية المحور الأول اللي هو حق لماذا R. برضو لو حبيت تعرف هل R مثلا يستخدمون المبتدئين فقط، الأكاديميين فقط، ولا حتى الشركات الكبرى بتستخدمه؟ الواقع أنه كل الشركات الكبرى زي جوجل، فيسبوك وتويتر بيستخدمونه استخدامات مختلفة. مثلا جوجل يهتمون بتحليل البيانات أو سلوكيات الناس من ناحية الإعلانات، مثلا يبغون يشوفون هل هي فعالة أو غير فعالة. الفيسبوك احنا عارفين دائما يعني يحلل ويراقب التحديثات اللي بينزلها كل شخص، ويشوف مثلا ايش اهتماماته، وايش مثلا الاعلانات اللي تناسبه اكثر، الاقتراحات الاصدقاء اللي يناسبونه مثلا، وهكذا. تويتر برضو بيهتم بعمل الكلسترينج مثلا وتجميع التغريدات من نوع معين لاسباب مختلفة. فكل هذه الشركات الكبرى ايضا بتستخدم الار. انتهينا كذا من المحور الاول. طبعا انا يعني اتوقع بما انها الدوره اونلاين انه يكون في ناس بتدخل بشكل مستمر. حتجدوا انه على الجانب الايمن من الشاشه عندكم المحاور اللي حنتناولها في الدوره. اللون المميز المختلف بالاخضر هو المحور الحالي اللي احنا بنتناقش فيه، ما يسبقه نكون انتهينا منه، واللي باللون الابيض ويلي المحور الحالي ان شاء الله حنتناوله فيما يلي. فاحنا الان في محور ما هي البيانات. قلنا هدفنا من المحور هذا انه نفهم السياق العام لاستخدام لغه ار. السياق العام هو البيانات، انت تحاول تعالج وتحلل البيانات، فنبغى نعرف طب ايش هي البيانات. واحده من المقولات الشائعه في هذا المجال انه البيانات مراه للواقع. طيب يا ترى هذه المقوله هل بتصف البيانات بطريقه ايجابيه ولا بطريقه سلبيه؟ خلونا ناخذ مثال. لما نقول أنا مثلاً أبغى أستخدم المرآة علشان أنظر لوجهي مثلاً، اللي بيصير أنه أنت فعلاً بتستخدم المرآة على حسب طبعاً دقتها وجودتها عشان تعكس لك كل تفاصيل وجهك. كل البيانات اللي تحتاج تعرفها عن الوجه هتقدر غالباً تشوفها عن طريق المرآة. فهذا الجانب الإيجابي، أنه أنت حتتمكن من أنك تنقل كل البيانات اللي تحتاجها باستخدام هذه الأداة. الجانب اللي ممكن يكون سلبي إنه هي ما حتنقل لك بس البيانات اللي أنت تطلبها، ممكن تأخذ لك بيانات مثلاً زميل يكون واقف جنبك، الخلفية مثلاً ممكن يكون خلفك ستارة، جدار، مكتبة، أياً كان حتظهر بيانات يمكن أنت ما تحتاجها. فإحنا دائماً نقول المفروض يكون في يعني توازن ما بين هل أنا أجمع بيانات كثيرة ولا أحاول أركز على البيانات اللي أنا فعلاً أحتاجها. فالبيانات لو حاولنا نعطيها تعريف هي يعني سرد للظواهر اليومية. أحاول الظواهر اليومية هذه أخزنها فيما نسميه databases أو قواعد بيانات، بعد تجميعها بطريقة صحيحة. كل يعني بيان يكون على شكل سجلات معينة في هذه القاعدة أو اللي نسميها قاعدة بيانات. البيانات هذه طبعا ممكن تكون رقمية، ممكن تكون نصية، ممكن تكون صور، أيا كانت نوع البيانات. عندنا أنواع البيانات يعني المختلفة. طيب نبغى نحاول نفهم أنا كيف أستفيد من البيانات هذه من خلال تحليلي للبيانات. حنرتقي مستوى مستوى زي ما احنا شايفين. عندنا حنمشي من الداتا اللي هي البيانات، حنصل للإنفورميشن المعلومات، بعدين نبغى نحاول نشوف كيف تقدر تتحول لمعرفة أو نوليدج، وكيف أقدر أستخدمها عشان أتخذ قرار مفيد أو مناسب.
البيانات زي ما ذكرنا هي مجرد البيانات، مثلا رقمية، أرقام معينة موجودة في داتابيس. متى تصير معلومة أو information؟ لما أنا أقرأ وأفهم وأحلل هذه البيانات وفق سياق معين. يعني مثلا خلينا ناخذ مثال، عندك ثلاثة داتابيس كل واحدة فيها نفس الأرقام، مثلا عندك 36 37 38 في الداتابيس الأولى، 36 37 38 في الداتابيس الثانية، ونفس الأرقام في الداتابيس الثالثة، لكن كل داتابيس لها سياق معين مختلف تماما. الداتابيس الأولى خلينا نقول أنها داتابيس تعليمية وتمثل درجات طلاب في مقررات معينة مثلا. الداتابيس الثانية تمثل درجات مرضى، درجات حرارة، هل المرضى هذول مثلا درجة حرارتهم مناسبة أو يعني فيها مؤشر حيوي غير مناسب، أنه مثلا في عنده مرض معين. والداتابيس الثالثة ممكن نقول في سياق سياحي، هي درجات حرارة لمدن مختلفة. فمتى تصير معلومة؟ لما أنا أدرسها في وسط سياق معين. مثلا في الداتابيس التعليمية أبغى أعرف مثلا مين الطلاب الأشطر، مين الطالب اللي أخذ أعلى درجة، أو إيش مجموع الدرجات للطلاب، أو إيش المعدل حقها. فأنا فهمتها في وسط سياق معين فتحولت لمعلومة. نفس الشيء درجات الحرارة مثلا للمرضى، بعرف مين المرضى اللي عندهم درجات حرارة مرتفعة. درجات الحرارة مثلا للمدن المختلفة أبغى أعرف إيش المدينة مثلا الأنسب سياحيا اللي تكون مثلا درجة الحرارة فيها منخفضة أكثر من غيرها. فهنا صارت عندي معلومة لأني فهمتها وسط سياق معين. طيب كيف تصير معرفة؟ تتحول المعلومة لمعرفة لما أفهمها وأقرأها وأحللها وفق قواعد محددة. يعني إيش قواعد محددة؟ لو أخذنا مثلا مثال درجات حرارة المرضى، ومثلا إحنا الآن في ظل أزمة كورونا الله يحمي الجميع منها، نعرف أنه مثلا المرض COVID-19 يرتبط بدرجات حرارة مرتفعة. فأقدر مثلا لو وضعت قاعدة أنه المريض اللي ترتفع درجة حرارته عن درجة حرارة معينة هذا أعتبره مثلا عنده احتمالية إصابة أعلى بكوفيد-19، فحقول استخرج لي المرضى اللي عندهم احتمالية أعلى للإصابة بالكورونا. فهنا صارت معرفة لأني درستها أو فهمتها وفق قواعد محددة. طيب متى تصير قرار؟ تصير قرار لما أنا أتخذ قرار معين وفق خبرة معينة، عندي خبرات سابقة تسمح لي أني أنا أتخذ قرار استناداً على المعرفة اللي أنا استخرجتها من المعلومات والبيانات السابقة. فمثلاً على سبيل المثال أقدر أتخذ قرار، هل المناسب لهذا المريض اللي فعلاً ثبت أنه عنده إصابة بكورونا أنه يأخذ حجر صحي منزلي ولا يأخذ حجر صحي في منشأة صحية على سبيل المثال. فهذا على السريع التعريف بسيط للبيانات، وشفنا كيف أنه أنا بتحليلي للبيانات وفهمي لها ودراستها قدرت أصل لأني أقدر أتخذ قرارات على مستوى عالي من الأهمية. فهذا هو السياق العام حقيقي لاستخدام لغة الآر. طيب هننتقل الآن لجزئية أخرى والمحور التالي اللي هو تحليل البيانات. طيب إيش نقصد لما نقول إحنا نبغى نعمل تحليل أو معالجة للبيانات؟ المقصود إن إحنا بنقوم بمهام متنوعة تساعدني على إني أنا أفهم واقع أو أصف واقع البيانات المتاحة عندي، وممكن حتى أحاول أتنبأ بالمستقبل. طبعا ما هي تنبؤات يعني عشوائية، لا، استنادا على البيانات المتوفرة لدي. بالنسبة للغة الآر بتساعدك بأنك يعني تتعامل مع البيانات بطرق مختلفة، تساعدك بأنك تعمل جمع للبيانات Data Collection برضو بطرق جدا مختلفة، سواء كانت مثلا بيانات بتحاول تاخذها من اكسل مثلا ولا CSS، او بتحاول تجمعها مباشره مثلا من تغريدات في تويتر، كلها هذه بتساعدك الار على تنفيذها. بتساعدك انك تعمل استكشاف للبيانات او exploration، بتحاولك انك تساعدك انك تعمل نمذجه للبيانات modeling، وانك تعمل كمان تصوير للبيانات او visualization. حنشوف هذه الانواع المختلفه من المهام بحول الله في السلايدات القادمه، بس هنحاول نعطي كذا أمثلة بسيطة على مهام محددة لتحليل البيانات.
أنا أعتذر لما أتوقف شوية لأنه السلايدات ما تتحرك بسهولة. طيب، بعض المهام اللي ممكن الآر يساعدنا في تنفيذها: الكشف عن القيم الشاذة، الانومالي ديتكشن، الارتباط، الاسوسيشن رول، التجميع، الكلاسترنج والكلاسيفيكيشن والريجريشن. حناخذها على السريع برضو كجانب نظري. مثلا الكشف عن القيم الشاذة المقصود فيه انه طبعا دائما احنا في البيانات نحاول نبحث عن انماط معينة او باترنز معينة تساعدنا في اننا نصف الواقع وتساعدني في اني اتنبأ عن المستقبل. فمثلا النمط الظاهر امامنا في الرسم البياني واضح انه الخط البياني او المنحنى ماشي بتقريبا بخط افقي، في يعني طلوع ونزول او هبوط يعني وارتفاع بحدة معينة، لكن في عندي نقطة واحدة من البيانات واضح انها مختلفة تماما عن النمط السائد، فهذه هنا انا اسميها انوميلي او قيمة شاذة او يعني مستغربة. ممكن احتاج اني انا يعني استخدم مثلا الار علشان استخرج هذه النقطة الشاذة، وبالتالي اما اني ادرس سبب ظهورها او احاول مثلا ببساطة استبعدها من البيانات علشان تكون التحليل انسب، لانها قد تكون قيمة غير صادقة، قيمة غير حقيقية. من ضمن انشطة تحليل البيانات ايضا استخدام الاسوسيشن رول او اللي احيانا نسميها الماركت باسكت اناليسيس، تحليل سله التسوق. فكرتها ببساطه لو اخذناها مثلا بمثال سله التسوق، الشركات تبغى تحاول تعرف لما عميل معين ياخذ ايتم معين يشتري، مثلا هو في سوبر ماركت مثلا واخذ سلعه معينه، او قاعد يتسوق اونلاين وقرر انه يشتري كتاب معين او سلعه معينه، نبغى نعرف ايش ممكن يكون مهتم بشيء اخر او سلعه اخرى بناء على تحليلي للبيانات السابقه. طبعا مثلا انا اعرف انه كل المستخدمين السابقين او غالبيه المستخدمين اللي اهتموا بهذه السلعه ايضا اهتموا بسلعه اخرى، ففي ارتباط ما بين نقول السلعتين هذه. بنفس الطريقه مثلا نتفليكس تستخدم نفس الاسلوب علشان تعمل لنا ريكومنديشنز لمسلسلات او افلام معينه، فمثلا لو كنت تتفرج على المسلسل الشهير فريندز مثلا هتعطيك مسلسلات مقترحات بنفس الطريقه تنتمي لفئه الكوميديا مثلا. هذه فكره الاسوسيشن ببساطه. فكره الكلاسترنج ابغاكم تاكدوا لانه حيجي سؤال عليها بعد شوي، احتاج يعني اعرف اجاباتكم. فكرة الكلاسترينج فكرتها انه انا يكون عندي مجموعة كذا يعني مع بعضها من البيانات، واحاول اقسمها لمجموعات، كل مجموعة تكون البيانات اللي فيها متشابهة مع بعضها. فزي ما احنا شايفين مثلا حاولنا نقسم هنا الحيوانات والطيور كل وحدة في مجموعة منفصلة. فكرة الكلاسترينج انه انت ما تكون عندك علم مسبق بايش انسب عدد من المجموعات اللي ممكن تكون انسب شيء لتقسيم البيانات اللي عندك، ممكن حتى ما تكون عارف الليبلز المناسبه يعني العناوين المناسبه لكل مجموعه، هذه حتقترحها لاحقا بعد ما يصير عمليه التجميع بشكل فعلي. شيء اخر احيانا يكون في لبس بينه وبين الكلاسترنج اللي هو الكلاسيفيكيشن او التصنيف، فكرته انه يكون عندك تصنيفات مسبقه، انت عارف مسبقا ايش الكلاسز او التصنيفات اللي متاحه عندك وعارف عددها بالضبط. فمثلا تبغى تعرف هل الحيوانات اللي عندك تبغى تصنفها هل هي مثلا كات او دوغ، فقط عندك هذه الخيارين، فاما انه يقول لك ترو او فولس لكل كلاس من هذه الكلاسز. فهذه هي فكره الكلاسيفيكيشن، زي ما قلنا يكون عندك معرفه مسبقه وعلم مسبق بالتصنيفات اللي انت تبغى تصنف البيانات على اساسها. عندنا ايضا اللينير ريجريشن او الارتباط، انت تحاول تعرف ايش نوع العلاقات او ايش الارتباط ما بين متغيرين، غالبا تكون المتغير المستقل والمتغير التابع، تبغى تشوف هل في ارتباط بينهم. احنا عاده يا اما نقول في ارتباط واما يكون ارتباط ايجابي او سلبي او ما يكون في ارتباط، فبرضو الار يساعدك على انك تقوم بمثل هذا النوع من انواع التحليل. طيب زي ما قلت لكم يعني الان ابغى اتوقف علشان نشوف مدى استيعابكم للأشياء اللي احنا تناولناها إلى الآن. فظاهر أمامكم السؤال
لو ذكرنا أنه أنت مطلوب منك تعمل تحليل لمجموعة من التغريدات، عندك على تويتر مجموعة من التغريدات وتبغى تعرف مجموعة التغريدات هذه كل تغريدة تنتمي لأي مجال، فبرأيكم الأنسب أنك تستخدم أسلوب الكلاسيفيكيشن ولا الكلاسترينج ولا الريجريشن، التصنيف ولا التجميع ولا الانحدار؟ أنا شايفة رغد بتقول الكلاسيفيكيشن، إسراء بتقول الكلاسترينج. 2-1 تقدروا تستخدموا الأرقام 2-2-1-1-1-1-2-1. طيب أنا مبسوطة أنكم ما اخترتوا الريجريشن، اخترت يعني بعدتوا عن الريجريشن، واضح انه كان الريجريشن احنا بنتعامل مع ارقام او قيم رقميه، بيانات رقميه، فطبعا واضح هنا احنا بنتعامل مع تصنيفات، انا ابغى اعرف ايش المجال اللي تنتمي له هذه التغريده، فطبعا الريجريشن اكيد ما هو مناسب، هو اما الكلاسيفيكيشن او الكلاسترينج. طيب ايش الفرق بينهم؟ قلنا انه الفرق انه الكلاسيفيكيشن انا اكون علم مسبق بايش هي التصنيفات، الكلاسترينج اكون ماني عارفه ايش المجموعات، فهنا انا في التغريدات انا ابغى استخدم التحليل علشان اتعرف على المجموعات اللي متاحه او المجالات اللي موجوده عندي. انا كذا كاني قلت الجواب، بس بدات الاجوبه تصير 2-2-2، فهو صح الجواب 2 هو الصحيح، الكلاسترينج هو الانسب في هذه الحاله. تمام طيب نستكمل. غدير بس بتعطي تصفيقة، أنا كمان يعني أحيي حقيقي الناس اللي جاوبوا الإجابة الصحيحة، الله يعطيكم العافية، متابعين معنا بشكل صحيح. طيب احنا كذا نكون انتهينا من الجزئية الأولى اللي هي تحليل البيانات، حنبدأ بجزئية البدء باستخدام R. إذا بس رضى علينا البرنامج وخلانا ننتقل للسلايد التالي. تمام طيب عشان نبدأ باستخدام الـ R أنت تحتاج إنك تروح على جوجل ببساطة و تكتب داونلود R، حيظهر لك أول خيارين رابطين أو موقعين مهمين، كل الاثنين حنحتاج نستخدمهم، مهم جدا إنك تعرف إنه أنت محتاج تركب نوعين مختلفة من البرامج أو السوفت وير. البرنامج الأول نسميه حزمة R، هذه الحزمة شيء أنت ما حتشوفه، مكتبات برمجية تحتاج تكون موجودة على جهازك علشان تقدر تشغل البرنامج الثاني اللي هو عبارة عن الواجهة الفعلية اللي انت حتستخدمها علشان تكتب أوامر لغة R. إذا أرجع أكد انت محتاج نوعين من البرامج تحتاج تنزلها، البرنامج الأول اللي هو نسميه R من الموقع R Project، طبعا الآن يعني صارت المواقع حديثة، حتى ما انت محتاج مثلا تفكر أنا ايش البرنامج الانسب لجهازي، هو حيشوف جهازك مثلا ماك او ويندوز وهل هو ماك 32 ولا 64 وحيعطيك الخيار الانسب بمجرد ما تدخل على صفحه الداونلود في الموقع. نفس الشيء الخيار الثاني الار ستوديو حيعطيك الخيار الانسب بالنسبه لمواصفات جهازك. طيب فنزلوا البرنامجين، ضروري انه البرنامج الاول اللي هي حزمه R تثبتها قبل ما تثبت البرنامج الثاني اللي هو الار ستوديو. طبعا الار ستوديو ليس الخيار الوحيد علشان تعمل او تستخدم لغه الار، في خيارات جدا عديده يعني لا يتسع المجال لذكرها في دورتنا اليوم، لكن يعني حعرج على بس خيار اخر لو كنت انت لسه ما انت متاكد هل يستاهل انه انا اتعلم هذه اللغه او لا، وتبغى تشوف هل
يعني انزله ولا ما انزله البرنامج. فواحد من الخيارات اللي ممكن تستخدمها انك تستخدم المحررات اللي اونلاين متوفره زي ال rdrr.io او ال rextester.com. هذه كلها ببساطة تقدر يعني تستخدمها كمحرر أونلاين للآر، سواء ما كان متوفر عندك البرنامج، حتى بعضها بتقدر تستخدمها على جوالك. لو قررت إنك لا والله أنا يعني اقتنعت إنه أنا الآر المفروض فعلًا أستخدمها وأبغى أطور نفسي فيها، فالخيار الأنسب إنه يكون عندك فعلًا الآر ستوديو على جهازك. زي ما اتفقنا هي برنامجين حتحتاج تركبها. أول شيء تركب حكمة R وبعدين تركب الـ R Studio. الوزرد أو المعالج التنصيب البرنامج جدا سهل، مثل يعني تركيب أي برنامج آخر. حتضغط Next 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 لغاية ما تنتهي الخطوات ويتثبت عندك البرنامج على الجهاز، وحيظهر عندك بعدها الواجهة لبرنامج الآر. طبعا اول ما حيشتغل معاك البرنامج ما حيظهر بالشكل اللي ظاهر امامكم هنا، لكن انا حبيت اعطيكم فكره لو يعني بداتوا فعلا تستخدمونه كيف حيكون شكل الواجهه معاك. غالبا حيكون مقسم لاربع اقسام. الجزء اللي على اليسار في الاعلى هو الجزء اللي انت تكتب فيه الكود، الجزء اللي في اليسار على الاسفل هو الجزء اللي يظهر لك او يظهر لك الناتج الأكواد، مثلا طلبت استعراض داتا ست معينة أو هكذا. بالنسبة للجزء اللي على اليمين في الأعلى حيظهر لك المتغيرات، حنشوف المتغيرات إيش المقصود فيها. لو عرفت متغيرات تظهر قيمها عندك في الجزء اللي على اليمين في الأعلى، وفي الجزء اليمين الأسفل حتظهر لك الصور البيانية أو الرسوم البيانية اللي تعمل على إنشائها من خلال الآر. طيب خلونا نبدأ الآن. يعني ثبتت البرنامج الحمد لله وابتدي تبدأ باستخدام الآر. حبدأ بس بالتأكيد على أنه استخدام الآر استخدام سهل جدا جدا، وكل ما كان أكيد عندك خلفية برمجية بلغات برمجية أخرى زي البايثون الجافا وغيرها أكيد حيكون أسهل عليك أنك تستخدم الآر. لكن حتى لو ما كان عندك خلفية سابقة بلغات البرمجة أيضا بحول الله ما حتواجه صعوبات كثيرة. ودائما برضو يعني نقول لا تتخيل أنه إحنا مثلا المتمرسين باستخدام البرنامج بنحفظ كل الأوامر أبدا. اللي بيصير أنه إحنا بنستخدم يعني بس نعرف الطريقة العامة، هذا هو الهدف من الدورة، أنه يكون عندك الطريقة العامة لاستخدام البرنامج، ولاحقا تقدر تطور نفسك بالبحث في جوجل بانه يكون عندك اللي نسميها التشيت شيت، اللي هي الملفات اللي يكون فيها كل الاوامر بصفحه واحده. هذه هي الطريقه الصحيحه لاستخدام الار وغيرها. بالذات انه يعني احنا صرنا مطالبين الان باستخدام عدد كبير من الادوات، فمن الصعب انك تكون حافظ كل امر في كل لغه من اللغات المتاحه. بس تعرف كيف طريقه الاستخدام العامه وطريقه الكتابه العامه والاختلافات ما بين لغه واخرى. فزي ما احنا شايفين الجزء اللي في اليسار على الاسفل باللون الاحمر حاطة عليه بوكس احمر، ببساطة كتبت 1+3 مثلا وضغط انتر اعطاني الناتج 4، فصار كأنه آلة حاسبة مثلا حسب لي الناتج 1+3 واعطاني الناتج 4. بعدين بدأت اعرف متغير سميته اكس وقلت انه اكس يساوي 4، هذه كأنها يعني معادلة رياضية بسيطة، قلت انه الاكس يساوي 4. صار الناتج زي ما قلت لكم في الجزء العلوي على اليمين، هذا المربع خاص بالمتغيرات، ظهر عندي انه في اكس، في متغير اسمه اكس ومقابل القيمه الحاليه 10. طيب خلينا نبدا الان بالامثله التطبيقيه. انتقلنا للمحور اللي يعني المحور اللي شويه حنطول فيه ان شاء الله وهو الهدف الاساسي من الدوره. يعني إيش متغيرات؟ قلنا في المثال اللي قبل شوية كتبت X يساوي 4 وقلت الإكس متغير. طبعاً اللي عنده خلفية سابقة في لغات البرمجة عارف إنه المتغيرات كل لغة برمجة أول حاجة نتعلمها في أي لغة برمجة كيف نعرف متغيرات. الآر تعتبر من اللغات اللي عملية تعريف المتغيرات فيها سهلة. ليش سهلة؟ لأنه مثلاً في لغات أخرى أنت مضطر تقول للبرنامج إيش نوع البيانات اللي حتخزنها في هذه المتغير، وبعد كذا ما يسمح لك تغير نوع البيانات وهكذا. لا، الآر مرنة جداً
انت مباشره زي ما شفنا كتبت اكس يساوي 4، عرفت متغير واعطيته قيمه. طب يعني ايش متغير؟ المتغير هو عباره عن احنا عارفين الذاكره فيها مساحات تخزين عديده، كل ما شغلنا البرنامج يتاح لي مساحه تخزين معينه لهذا البرنامج احط فيها البيانات اللي انا احتاج اعالجها لسرعه معالجتها. فالمتغير عباره عن صندوق في الذاكره تحجزه باسم معين، هنا مثلا سميته اكس، وضعت في هذا الصندوق القيمه 4. طب ليش اسميه متغير؟ لانه ببساطه اقدر اغير القيمه اللي فيه. فزي ما احنا شايفين هنا اكمال للشاشه السابقه، كتبنا اكس يساوي 10، بعدين عرفت متغير ثاني سميته واي، قلت واي يساوي 3، بعدين قررت اغير قيمه الاكس فقلت اكس تساوي 11، ف الجزء اللي على اليمين الشاشه في الاعلى تغير، صارت الاكس بدل ما صارت 10 مسحت القيمه 10 وصارت 11. هذا اللي يمثل لي بالضبط اللي يصير في الذاكره. طيب اللي بيسمح لي الار كمان انه زي ما اجمع الارقام مباشره، مثلا زي ما قلت 1+3 اقدر كمان اقول اكس زائد واي. بمجرد ما اضغط انتر هو حيشوف ايش القيم اللي موجوده في المتغيرين هذه ويحسبها لي ويعطيني الناتج، في هذه الحاله 14. طيب في طريقة ثانية لتعريف المتغيرات في لغة الآر غير استخدام رمز المساواة، نفس النتيجة بس هو استخدام رمز اللي كأنه سهم، كأنك بتقول ضع للقيمة 4 في المتغير X باستخدام السهم اللي هو طبعا ما في شكل سهم في الكيبورد، لكن انت هتكتب أصغر منه وبعدين شرطة عشان تعطيك شكل السهم، فممكن تستخدم إما المساواة أو شكل السهم هذا لتخزين القيم المختلفة في المتغيرات. طبعاً في الآر زي أي لغة ثانية عندك أنواع مختلفة للمتغيرات، ممكن تكون أرقام، ممكن تكون نصوص، ممكن تكون true false منطقية زي ما حنشوف بحول الله. هنا مثلاً عذراً بعد ما شفنا أنه أنا كيف أعرف متغير اللي هو صندوق صغير كذا بسيط في الذاكرة، هنشوف انه نقدر نعرف فيكتور او متجه. ايش فكرة الفيكتور؟ هو نفس المتغير مساحة في الذاكرة لكن بتسمح لك تخزن اكثر من قيمة، فهي اكثر من صندوق متصلة مع بعض باسم معين. طيب كيف انا اقدر اعرف فيكتور؟ زي ما شفنا احنا المتغير كنت اقول اكس يساوي 4 مباشرة. هنا ابغى اعرف معاكم متغيرات بثلاث انواع مختلفة. عرفت المتغير الاول سميته نيوميريك فيكتور، احط فيه قيم رقمية. الفيكتور الثاني سميته كاركتر فيكتور، ححط فيه كاركترز او قيم نصيه. الفيكتور الثالث سميته بوليان فيكتور، حطيت فيه قيم ترو فولس اللي هي نسميها القيم المنطقيه. لاحظوا معي طريقه التعريف هنا، انه حطيت الحرف سي وبعدين حطيت قوسين مدوره وبعدين القيم، انا حطيت ثلاثه قيم هنا وليس قيمه واحده لانه فيكتور، فالقيم فصلت فيما بينها بفاصلة، فقلت سي فتحت قوسين 1.2.3، فصار عندي فيكتور في قيم رقمية عددها 3 وقيمها 1.2.3. نفس الشيء الكاركتر فيكتور، حطيت سي وبعدين قوسين، لكن هنا لاحظوا انه الاي والبي والسي لازم احطها بين علامتي تنصيص عشان يعتبرها عندي قيم نصية. بالنسبة للبوليان طبعا ما عندي غير قيمتين اما ترو او فولس، لكن طبعا اقدر اضع العدد اللي انا احتاجه من هذه القيم علشان يمثل قيم معينة زي ما حنشوف بعد شوية في الداتا سيت، كل ترو او فولس تمثل شيء معين. فنفس الشيء حطيت سي وبين قوسين حطيت ترو فولس ترو. طبعا ننتبه انه البوليان ما احط ابدا علامتي تنصيص، لاني لو حطيت علامتي تنصيص ما حيعتبرها قيم منطقية، حيعتبرها نصوص. طيب زي ما شفنا انه انا ممكن اجمع المتغيرات، نفس الشيء ممكن اجمع الفيكتورز. فلو مثلا عرفت A و B فيكتور، ال A حطيت فيه 1 2 3، ال B حطيت فيه 4 5 6، لو طلبت منه يجمع لي A فيكتور زائد B فيكتور هيعطيني مجموع الارقام، الواحد مع الاربع هيجمعهم هيعطيني 5، الاثنين مع الخمسه 7، والثلاثه مع السته اعطتني القيمه 9. فهذه هي طريقة جمع الفيكتورز أو المتجهات. بس هنا نأكد يعني زي ما واضح من الأمثلة إنه كل فيكتور المفروض البيانات اللي فيه تكون من نفس النوع، إما إنها تكون رقمية أو كلها نصية أو كلها بولين، ما ينفع إنه نخلط ما بين أنواع البيانات المختلفة. طيب كمان الآر بيسمح لي أعرف مصفوفات ثنائية أو الماتريكس.
برضو بطرق سهلة. الماتريكس زي ما واضح عندكم في المثال، زي ما قلنا هي مخطوطة ثنائية الأبعاد مكونة من صفوف وأعمدة، أضع فيها برضو قيم تكون من نوع واحد فقط، مو مسموح لي أعرف ماتريكس يكون فيها أكثر من نوع. فهنا مثلا حبيت أعرف ماتريكس اسمها A ماتريكس، شفنا الفيكتور عشان أعرفه استخدمت C، الماتريكس عشان أعرفها أستخدم كلمة ماتريكس وبعدين أحط قوسين مدورة. هحط ممكن يعني أعرفها بأكثر من طريقة، أول حاجة أحط القيم اللي أنا أبغى أحطها في الماتريكس. هنا ما استخدمت الأرقام بنفسي، ما كتبت 1 2 3 4 5 إلى 9، استخدمت طريقة أسهل اللي هي من 1 إلى 9 كأنها متسلسلة كاملة، فهذا فيه تسهيل طبعاً لوضع الأرقام. نفس الطريقة كنت أقدر أستخدمها أيضاً مع الفيكتورز. بعدين كتبت له باي رو يساوي ترو، يعني أبغاك تأخذ الأرقام هذه بالصفوف، بمعنى أنك الصف الأول عبي أول شيء 1 2 3 زي مظاهر أمامنا على سلايد، بعدين انتقل للصف الثاني 4 5 6، ثم انتقل للصف الثالث 7 8 9 وهكذا. بعدين قلت له number of rows يساوي 3، يعني عدد الصفوف المطلوب 3. فأنا بكذا أكون عرفت matrix. طيب أبغاكم بس تنتبهوا معايا للطريقة اللي عرف فيها الR كل صف وكل عمود في هذه المصفوفة ثنائية الأبعاد. لاحظوا الصف الأول عرفوا بقوسين مربعة وقال 1 اللي هو رقم الصف، بعدين كوما وبعدين خانة فاضية. الصف الثاني بنفس الطريقة 2 كوما خانة فاضية، الثالث 3 كوما وخانة فاضية. الأعمدة بالمقابل في الجزء العلوي ظاهر عندي كوما بعدين 1 كوما 2 كوما 3. فننتبه لطريقة الرجوع لعمود أو صف معين في ماتريكس معينة. طيب الليفل الثاني من انواع يعني البيانات او تراكيب البيانات اللي ممكن نحتاج نعرفها في الار، واللي غالبا حتكون هي اكثر حاجه تحتاج نتعامل معاها لما نستخدم الار لتحليل البيانات، اللي هو الداتا فريم او جداول البيانات نقدر نسميها. شفنا انه الفيكتور والماتريكس والفاريبل اكيد بنعرف فيه متغير من نوع واحد فقط، اما رقمي او مثلا كاركتر او بوليان. الداتا فريم في المقابل لا، هي مجموعه بيانات او جدول بيانات حقيقي زي الجداول اللي بنشوفها مثلا في قواعد البيانات. طبعا قواعد البيانات تكون كل عمود بنوع معين من البيانات، لكن ممكن الاعمده المختلفه تكون من انواع بيانات مختلفة. طب كيف أعرف داتا فريم؟ في عندنا عدة طرق، إما أنه أنا أعرفها بنفسي أنشئها بنفسي أو أحاول أستوردها زي ما حنشوف في الأمثلة القادمة. لو قررت أنك تعرف الداتا فريم بنفسك يعني لمجرد مثلا أنك تتعلم كيف، أبسط طريقة أنك أول شيء تعرف فيكتور لكل عمود من الأعمدة اللي عندك في جدول البيانات. فهنا مثلا عملنا داتا فريم للبلانيت الكواكب المجموعة الشمسية الثمانية، ميركوري، فينس، ايرث، مارس وهكذا. فعرفت اول شيء متغير باسمائهم، قلت نيم وسميته، يعني بدات اسمي الكواكب الثمانيه اللي عندي، بعدين قلت دايامتر وحطيت سي عشان انه فيكتور، وحطيت ارقام معينه بدون ما احط علامات تنصيص لانها قيم رقميه، وحطيت الروتيشن ونفس الشيء حطيت ثمانيه قيم تقابل الاسماء الكواكب المختلفه. وهنا نجي الان صار عندك ثلاثة فيكتور، لسه ما صار عندك داتا فريم. عشان يصير عندك داتا فريم حتعرفي يعني متغير من نوع داتا فريم، فمثلا سميناه بلانيت دي اف وقلنا انه داتا فريم داتا دوت فريم، وحطيت الثلاثة فيكتورز اللي عرفتها في الاعلى نيم ودايامتر والروتيشن، فحيصير عندي داتا فريم مكون من ثلاث اعمدة اللي هي النيم والدايامتر والروتيشن، وحي ياخذ القيم اللي انا حطيتها في كل فيكتور من الفيكتورز الثلاثه زي مظاهر عندنا في اسفل السلايد. طبعا علشان اطبع او اتعرف على الداتا فريم اللي انا انشاته، اسهل طريقه ان انا نستخدم الامر هيد. هيد بيعطيني اول السجلات موجوده في الداتا فريم. لو كان عندي داتا فريم يعني حجم بيانات فيه كبير ما حيعطيني كل البيانات، يعطيني بس كذا لمحه بسيطه من البدايه. فالفكرة بس من استخدام الهيد انه انت تتعرف
أو تتعرفي على هل الداتا فريم اللي أنتم أنشأتوه أنشئ بطريقة صحيحة أو لا، تتعرفوا على أسماء الأعمدة مثلا، نوع البيانات في كل عمود وهكذا. بالذات أنه يعني ممكن تستخدم الآر علشان تستخدم داتا سيت أوريدي موجودة في الآر، يمكن تكون أنت لسه ما تعرفت عليها، يعني مو أنت اللي أنشأتها أو جمعتها. طيب نرجع نتوقف هنا مرة ثانية عند تطبيق آخر، ظاهر أمامكم السؤال، أبغى أشوف إجاباتكم على الشات. شفنا الماتريكس المصفوفات، لو عرفنا مصفوفة اسمها A وأبغى أطبع بس الصف الأول المصفوفة A هذه، هل هستخدم A 0 فاصلة بعدين مكان فاضي، ولا A 0 بدون فاصلة، ولا A 1 فاصلة، ولا A فاصلة بعدين 1؟ أنا أبغى الصف الأول. 3 2 1 1 4 كل الخيارات عندي، أبغاكم تستقروا. 4 1 3 3 4 4 3. طيب أول حاجة أنا متأكدة اللي قالوا 1 أو 2 هذول ناس عندهم خلفية سابقة في لغات البرمجة. أحياناً الخلفية السابقة اللي تكون عندك يكون تأثيرها سلبي ما هو إيجابي، بمعنى أنه إحنا متعودين في لغات البرمجة أنه المصفوفات أو الفهارس يبدأ الترسيم فيها من صفر، صح؟ ولذلك أنا متأكدة أن أنتم اخترتوا 1 و2 بناءً على هذه المعلومة. في الآر الوضع مختلف، إحنا ما نبدأ الفهرس من صفر، نبدأ الفهرس من 1، هو أكيد ما هو 1 أو 2، تمام؟ طيب الآن نجي الثلاثة وأربعة. الحقيقة أنه 3 بيعطيني الصف الأول وهو الجواب الصحيح، صحيح يا أشواق، وأربعة بيعطيني العمود الأول، فإحنا نبغى نأخذ العمود الأول الصف الأول، ولذلك الإجابة صحيحة كانت 3. وبرضو تحية لكل اللي حاولوا يشاركوا معنا، لكن كانت الإجابة الصحيحة 3. طيب واحدة يعني الآن إحنا أخذنا الأساسيات في الآر اللي هي تركيب البيانات المختلفة. الآن علشان تكون شوية محترف تبدأ يعني تدرك قيمة وأهمية الآر، المفروض إنك تبدأ تستعين بحزم متنوعة أو حزم إضافية تركبها بالإضافة للحزمة الأساسية اللي تيجي أساساً مع حزمة آر أول ما تثبتها على جهازك. الحزم هذه نسميها باكجز، ويعني متوفرة زي ما قلنا من البداية بكثرة، صار في اهتمام من قبل المطورين لتطوير حزم إضافية قيمة لتحليل البيانات ومعالجتها وعمل رسوم بيانية وهكذا. عملية تثبيت الحزم أو الباكجز للآر جدا سهلة، في عندنا طريقتين في الآر ستوديو. ممكن أنت تكون يعني أو تكوني من الناس اللي يفضلوا يستخدموا الأوامر، تكتب الأوامر بنفسك علشان تثبت الحزمة أو الباكج، أو ممكن تكون أو تكوني من الناس اللي يفضلوا استخدام الطريقة الرسومية أو تعمل كليك مثلا في مكان ما على الشاشة. فلو كنت من الشعب الأول اللي تفضل الأوامر، ببساطة حتكتب الأوامر install.packages بعدين بين قوسين وعلامتي تنصيص حنكتب اسم الباكج اللي احنا نبغاها. أمامنا على السلايد نوعين من أشهر الباكجز اللي تستخدم، اللي هي ggplot والdeplayer. فكتبنا install.packages وبين قوسين وضعنا اسم الباكج أو اللايبرري اللي احنا حابين نثبتها. الطريقة الثانية زي ما قلت لكم، لو كنتم من الشعب اللي فضلوا النوع الثاني اللي انت تعمل كليك في مكان ما على الشاشة أو الطريقة الرسومية، ببساطة الجزء اللي إلى الآن ما استخدمناه ما شفناه ولا مرة، اللي هو الجزء اللي على اليمين في الأسفل اللي قلنا تظهر فيه الرسوم البيانية، يظهر في أعلاه بعض الأيقونات من ضمنها أيقونة اسمها install زي مظاهرة أمامها بوكس بالجوار الرقم 2. ببساطة حنضغط على الانستول هذه، حتظهر لنا شاشة زي الشاشة اللي ظاهرة على السلايد. حنكتب في المكان المساحة النصية مثلا ggplot2 لو أنا أبغى أثبت هذه الباكج، أو deplayer زي ما كتبت تحت لو حبيت أثبت الحزمة الثانية.
وببساطة حتضغط الانتر ويبدأ يتثبت معاك الحزمة اللي انت حابها. بس معلومة مهمة جدا اللي ظاهرة بالستار بالنجمة عندكم وبالبوكس الأحمر، انه على الأغلب الحزم هذه ما حتثبت على الجهاز بطريقة صحيحة إلا لو كنت لما جيت تشغل الآر ما شغلت بطريقة صحيحة عادية، يعني مو مجرد إنك ضغطت على البرنامج من قائمة مثلا ابدأ واشتغل معاك البرنامج، لا ضروري تضغط عليه رايت كليك بالزر الأيمن وتختار رن از ادمنستريتور، شغله كمدير للنظام، لأنه محتاج إنك يعني يكون عندك صلاحيات وصول معينة علشان يعدل أو يثبت الملفات هذه على الجهاز عندك. فضروري لو ظهرت لك رسالة خطأ وما قدرت تثبت الحزمة معناته أنه أنت قفل الآر وارجع شغله بالطريقة اللي شرحتها، شغلها as an administrator وارجع اكتب الأمر أو اضغط install وحيمشي معاك إن شاء الله بطريقة سلسة. طيب بعد ما تثبت الحزمة اللي أنت تحتاجها، بس قبل ما ننتقل برضو رجعنا أنا حقي واحد من الأشياء اللي يعني أحب أرجع لها اللي هي إحصائيات الستاك أوفر فلو علشان تعرف إيش هي الباكيجز الأساسية اللي الناس بتهتم فيها وبتسأل عنها ولها شعبية أكبر. زي اللي شفناه في المثال أنا شرحت طريقة تثبيت الديبلاير والجي جي بلوت، هي حقيقة هي أكثر مكتبتين شائعة على مثلاً Stack Overflow، لكن في عدد كبير من الحزم ممكن تستخدمها لأغراض مختلفة تختلف على حسب حاجتك. أكيد أنه يعني مع مسيرتك بحول الله لو بعد الدورة هذه بدأت تطور نفسك في اللغة أكثر وأكثر هتحتاج لأنك تثبت حزم أكثر، لكن هذه المكتبتين أعتقد يعني بالتأكيد أن الكل حيحتاج يثبتها عنده على الجهاز. طيب شفنا كيف تثبت الباكج على جهازك، عملية التثبيت حنقوم فيها لمرة واحدة فقط على الجهاز الواحد. بعد كذا في كل مرة نستخدم الحزمة أو نحتاج نكتب أوامر تكون موجودة في هذه الحزمة ما هي موجودة في الحزمة الأساسية لآر، أحتاج أكتب الأمر library وبعدين اسم الباكج اللي انا ثبتها عندي على الجهاز. فاذا عمليه التثبيت الانستول باكجز هحتاجها مره واحده، عمليه الاستدعاء هحتاجها في كل مره احتاج امر موجود في هذه الباكج الاضافيه. كيف اضيف الاوامر هذه او الباكج عندي في يعني بيئه التنفيذ باستخدام الامر library ggplot أو أي كان اسم الباكج اللي أنت تحتاجها. طيب لو حبيت تتعرف على إيش الأوامر اللي موجودة مثلا في الحزمة اللي أنت ثبتها جي جي بلوت، ممكن ببساطة تكتب اسم الحزمة مثلا جي جي بلوت 2 بعدين نقطتين رأسية مرتين. طبعا هي واجهة الآر الآي دي إي حق الآر ستوديو، واجهة يعني بتساعد جدا في وقت الكتابة، حتى لو بدأت كتبت اسم متغير ممكن يعطيك تكملته ويساعدك في الكتابة أكثر. فواحدة من الأشياء أنه أنا لو كتبت اسم الحزمة وحطيت علامتين نقطتين رأسية مرتين يبدأ يعطيني كل الحزم اللي موجودة في اللايبرري وأبدأ أختار منها ببساطة لو كنت مثلا ماني فاكرة اسم الأمر اللي أنا أحتاج أستخدمه. فإذا استخدام الأمر library مهم جدا قبل استخدام أي حزمة إضافية أكون ثبتها. طيب قبل ما يعني نتكلم أكثر عن كيف استخدم الآر علشان أعالج البيانات المختلفة، حابة أعطيكم كذا مثال بسيط يعني زي ما نسميه toy example أو مثال بس للشرح والإيضاح، ما هو مثال واقعي. نبغى نشوف لو كان عندي مثلا باحث أو باحثة في مجال الحاسب الآلي وحاب أنه يجمع بيانات عن تجربة علمية مثلا عملية بيقوم فيها. فكرة التجربة ببساطة أنه عمل خوارزمية بثلاثة طرق أو ثلاثة ميثود سماها A و B والهايبرد، والطرق الثلاثة هذه شغلها على ثلاث أجهزة، كل جهاز له مواصفات معينة، البروسيسنج باور والميموري بتختلف. في الجهاز الأول البروسيسنج باور والميموري لو كانت منخفضة، في الثاني كانت مودريت، وفي الثالثة كانت هاي. فكان عندي يعني عنده ثلاثة
ميثودز وثلاثة أجهزة، وبالتالي هو شغل كل طريقة على كل جهاز من الأجهزة الثلاثة، صار المجموع أنه عنده 9 ترايلز أو 9 تجارب. في كل تجربة كان يقيس الأكيوريسي، دقة الخوارزمية اللي عنده، والسبيد، بغض النظر عن إيش إحنا نقصد بالأكيوريسي هنا، لأنه يعني كل طريقة أنت بتحسب دقتها بطرق معينة، معادلات رياضية معينة. وسبيد كم السرعة أو الملي سكندز اللي أخذتها هذه الخوارزمية عشان تتنفذ. فزي ما قلنا صار عندي عدد 9 سجلات. طيب لو فرضنا أنه أنت عندك هذه البيانات أو جدول البيانات هذا، كيف حتتعامل معاه في الآر؟ قبل ما في ناس بيقولوا راح الصوت، هل الكل سامع صوتي دكتور عهد؟ الصوت واضح؟ تمام. طيب فنبغى نتعرف على البيانات. أول خطوة قبل ما نبدأ نستخدم الآر علشان نتعامل مع البيانات هذه، لازم إحنا نكون فاهمين البيانات علشان أقدر أحقق أقصى استفادة منها. أول حاجة، أول نصيحة دائما يعني ننصحها للباحثين المبتدئين والمتمرسين، إنه حاول لما يكون عندك تجارب مخبرية أو عملية إنه يكون تجمع أكبر قدر من الداتا ممكن تجمعها عن التجربة اللي أنت بتقوم فيها. طبعاً يوجوال يعني زي ما قلنا، إذا فاكرين مثال المرآة، مو دائماً كثرة البيانات تكون هي الخيار الأنسب، لكن إذا كنت أنت باحث وبتحاول تفهم إيش اللي بيصير معاك في التجربة وتحلل البيانات بأفضل طريقة، الخيار الأنسب على الأغلب إنه أنت حاول تجمع أكبر قدر من البيانات. يعني لو عندك أي شيء ثاني غير الأكيوريسي والسبيد ونوع الميثود، نوع الميموري، نوع البروسيسنج باور، عندك بيانات إضافية جمعها. الشيء الثاني know your data، لازم تعرف إيش الداتا اللي عندك بالضبط. مثال على كذا، إحنا عندنا مثلا هنا الأكيوريسي والسبيد، غالبا الأكيوريسي القيم الأعلى معناته أفضل، كل ما كانت الدقة أعلى كل ما كان أفضل. في المقابل السبيد اللي يحسب بالملي سكند، كل ما كان أقل عدد الثواني اللي استغرقها الخوارزمية كل ما كان أفضل. فلازم تعرف القيم تماماً، إيش القيم اللي مثلاً المرتفعة تكون أفضل، وإيش اللي لما تكون منخفضة تكون أفضل. بدون فهمك لهذا النوع من المعلومات، المتوقع إنه استخدامك للآر أو أي أداة تكون يعني بروفيشنال ما حيفيدك بأي شيء، لأنه أنت أساساً لسه ما أنت متمكن من الداتا ست اللي عندك. الشيء الآخر إنه إحنا دائماً في تحليل البيانات يكون في عندنا نوعين من المتغيرات. في متغيرات نسميها المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلة. المستقلة أو الاندبندنت هي اللي بنقوم بتغييرها أو نعمل كنترول عليها. هنا مثلا في حالتنا إنه إحنا مثلا كل مرة نغير الميثود، فهذا هو هنا يكون متغير اندبندنت أو مستقل. في المقابل عندنا نوع الثاني من المتغيرات اللي هو المتغير التابع أو الديبندنت، بيعتمد على تغييري للمتغير المستقل. كل ما غيرت المتغير المستقل مثلا كل ما غيرت الخوارزمية المستخدمة، هيتغير معاي الأكيوريسي والسبيد اللي هنا أنا أعتبرها متغير تابع. فلازم تعرف إيش هو المتغير التابع وإيش هو المتغير المستقل، وإلا حيكون عملية تحليل البيانات عندك مبهمة. الشيء الأساسي أيضاً اللي أنت المفروض تعرفه، إيش هي الأسئلة اللي أنت بتحاول تجاوب عليها من خلال تحليلك للبيانات. التوي إكزامبل هذا اللي أمامنا البسيط، ممكن من خلاله أقدر أطلع بأسئلة متنوعة وشيقة عديدة أبغى أحاول أجاوب عليها من خلال استخدام R لتحليل البيانات. مثلاً أبغى يمكن يكون هدفي زي ما يعني تقريباً واضح، إنه أنا أبغى أعرف أقيم الميثودز الثلاثة الـ A والـ B والـ Hybrid، أي وحدة فيهم هي الأفضل من ناحية الـ Accuracy مثلاً. أو يمكن يكون أنا أبغى أعرف هل الـ Accuracy بيعتمد على الـ Processing Power والـ Memory. بعض الخوارزميات ممكن الدقة تختلف باختلاف استخدام الجهاز، بعضها لا ما يختلف. فهل هذا هدفك؟ أنت تبي تعرف هل الـ Accuracy يعتمد على نوع معين من أنواع المتغيرات الأخرى أو لا؟ أو هل مثلاً حابة تعرفي إذا في علاقة ما بين الـ Speed والـ Accuracy؟
يعني ممكن من خلال العين المجردة ممكن نقدر نعرف أو ممكن ما نقدر نعرف إذا كان في علاقة واضحة ما بين السبيد والأكيوريتي، لكن باستخدامنا لأدوات تحليل البيانات مثل R حقدر أعرف بشكل أوضح هل في علاقة بينهم أو ما في أي علاقة بينهم. أو يمكن يكون هدفي البريدكشنز، إني أحاول أتنبأ بمعلومات يمكن ما تكون موجودة. مثلاً لو افترضنا إنه كان في عندي missing value، إنه أنا ماني عارفة واحدة من التسع تجارب اللي نفذتها، ماني متأكدة أنا استخدمت الـ A ولا الـ B ولا الـ hybrid method، لكن عندي الـ accuracy والسبيد، فهل ممكن مثلاً بمعرفة الـ accuracy والسبيد أقدر أستنتج إيش كانت الميثود اللي أنا استخدمتها؟ طبعا نقيس على كذا اي بيانات من اي مجال اخر في المجال التعليمي، مثلا ابغى اخمن بوجود درجات معينه من هو الطالب، ابغى اخمن بوجود مثلا اعراض مرضيه معينه ايش هو المرض او ايا كان يعني. فزي ما اتفقنا اول خطوه قبل ما نحاول نستخدم الار انه انا اعرف ايش الداتا سيت اللي عندي، افهمها بشكل واضح، افهم هدفي من تحليل البيانات، انا بحاول اجاوب على اي سؤال بالضبط وعلى أي مجموعة من الأسئلة، إيش المتغير المستقل، إيش المتغير التابع، وكل قيمة ماذا تعني. طيب بعد ما صرت متمكن من الداتا سيت اللي عندك هتبدأ الآن ترجع للآر وتقول أنا الآن أبغى أبدأ بتحليل البيانات وعمل مثلا رسوم بيانية حولها. لو افترضنا وهذا يمكن يكون يعني دارج كثيرا أنه أنت تجمع الداتا سيت عندك في ملف اكسل مثلا، او ممكن تكون في الاس بي اس اس عندك ويعني سويت لها استخراج او تصدير على شكل ملف كوما سيبريتد فايل او اللي يسميه امتداده سي اس في، فتقدر ببساطه الملف هذا اللي عملته على الاكسل تستورده ببساطه في برنامج الار. قبل ما تستورد الملف عندك في داتا سيت موجودة عندك على الآر، أنصح بإنك تشوف إيش الوركينج دايركتوري، يعني لما أنت تنفذ عملية قراءة ملف هو حيبحث عن هذا الملف فين بالضبط، هو حالياً قاعد في أي مجلد بالضبط، هذا اللي نسميه الوركينج دايركتوري أو المجلد النشط حالياً. فببساطة زي ما ظاهر عندي في باللون الأزرق أول أمر الـ get wd يعطيني الـ current working directory، فكتب لي مباشرة الناتج المستندات مثلا. فببساطة حطيت الملف الامتداد CSV، سميت الملف أنا عندي book 1 مثلا، حطيته في مجلد المستندات علشان يقرأه مباشرة الـ R لما أطلب قراءة هذا الملف. طيب كيف حقرأ هذا الملف وكيف حخزنه في داتا سيت أو داتا فريم عندي؟ فعملت متغير سميته my data set، وبعدين قلت read.csv بين قوسين استخدمت البارامتر فايل وقلت يساوي وحطيت ما بين علامتي تنصيص اسم الملف اللي أنا أنشأته في الإكسل سابقا وسميته book1.csv. بمجرد ما أنا نفذت هذا الأمر الـ R أخذ البيانات اللي موجودة في الملف الـ CSV وضعها عندي في جدول بيانات سماه My Dataset. طيب أبغى أتأكد أنه فعلاً أخذ لي البيانات زي ما أنا عملتها. نرجع للأمر Head اللي شفناه قبل شوية، حكتب Head وأحط اسم Dataset اللي أنا عرفتها بين قوسين My Dataset، فأعطاني فعلاً نفس الأعمدة اللي أنا عرفتها سابقاً، الـ Trial والـ Method الـ Processing Power والـ Memory والـ Accuracy والـ Speed بالملي سكند، ونفس القيم وضعها. زي ما اتفقنا الهيد ما يعطيني كل السجلات، اعطاني اول 6 سجلات فقط في هذه الحاله، فلا تقلقوا يعني مو معناته انه ما اخذ البيانات كامله، لا هو اخذ البيانات كامله لكن هو عاده بيعطيني من خلال الامر هيد اول السجلات فقط. طيب فاذا اول خطوه انه احنا حصلنا على مجموعه البيانات صارت موجوده عندي في الار، الان صرت اقدر أعالج هذه البيانات وأسوي عليها عمليات تحليل البيانات المختلفة. طيب قلنا الهيد بتعطيني أول السجلات اللي موجودة، قد أكون أرغب في قراءة سجل معين أو صف معين زي ما شفنا في السؤال اللي سألناه، أنا ممكن أكتب اسم الداتا سيت اللي عندي ماي داتا سيت وقوسين مربعة، إذا أنا أبغى صفوف فأنا أحط رقم الصف في البداية وبعدين أحط كومة وبعدين أترك المساحة فاضية وأقفل القوس المربع. فهنا مثلا شفنا الصف الأول والرابع والسابع،
بالنسبة للداتا سيت دائما بيعطيك أول شيء أسماء الأعمدة وبعدين يعطيك القيم. يعني لما كتبت ماي داتا سيت واحد الصما أعطاني أول شيء أسماء الأعمدة وبعدين القيم حقت الصف الأول اللي هي كانت 1A low low 15 450، ونفس الشيء للصف الرابع والسابع. طيب فأنا هنا كذا قدرت أقرأ صفوف معينة. طيب واحدة من الأوامر اللي مهمة جدا للتعرف على الداتا ست اللي عندنا الأمر structure أو الاختصار STR. STR بيعطيني من كلمة structure الهيكل العام للداتا ست أو البيانات اللي عندنا. فببساطة شرح لي أو يعني قام بسرد كل أسماء الأعمدة اللي عندي، وكل عمود بدأ يصف لي شكل البيانات اللي موجودة في هذا العمود. فمثلا الترايل قال إنه أنت اختصار كلمة integer يعني قيمة رقمية، ووضع لي بالترتيب القيم الرقمية اللي عندي من 1 لـ9. بعدين قال لي الميثود نوعها فاكتور، فاكتور بمعنى انه عامل من العوامل التصنيفية. قال انه الفاكتور هذا له 3 ليفل اللي هي الـ A والـ B والـ Hybrid زي ما احنا عرفناها، ما في غير هذه الثلاثة قيم. وبعدين اعطاها قيم رقمية فقال إنها تكررت بذي الطريقة. لو قلنا إنه الـ A هي رقم واحد فهي جات 1 2 3 1 2 3 1 2 3، لأني أنا رتبتها في الجدول بهذه الطريقة A B hybrid A B hybrid A B hybrid. نفس الشيء الـ processing power قال إنه factor with 3 levels الـ high والـ low والـ moderate. الـ memory نفس الشيء factor high والـ low moderate. بعدين الـ accuracy والـ speed بما أنها قيم رقمية قال لي أنها رقمية ورتبها بطريقة يعني حسب ذكرها في الـ data set اللي احنا عرفناها. في سؤال تظهر لي أنا فقط الـ data، الـ R حيثبت على الجهاز الشخصي، وبالتالي فعلا انت بتتعرف على الداتا سيت بنفسك بطريقه فيها خصوصيه ما حد يتعرف عليها معك. بالنسبه لرابط تسجيل الحضور حتزودنا فيه ان شاء الله دكتوره عهد في اخر الدوره، فنرجو منكم حضور الدوره للاخير. فهذه الداله STR او ستراكشر. الداله الثانيه داله سمري برضو بتساعدني ان انا افهم الداتا سيت اللي عندي بطريقه يعني فيها تفاصيل أكثر. فأعطاني مثلاً طبعاً تختلف إذا كانت هي قيم رقمية أو قيم factors. فلو كان مثلاً قيم رقمية حيعطيني المن والميديان والمين اللي هي التحاليل الوصفية البسيطة الإحصائية البسيطة للأرقام. لو كانت فاكتورز حيعطيني التكرارات، يعني مثلا الـ A تكررت 3 مرات، الـ B تكررت 3 مرات، الـ High مثلا تكررت 3 مرات وهكذا. أيضا ممكن أعمل exploration أو يعني استكشاف للبيانات بطريقة أخرى باستخدام الأمر describe. يعني الهدف من وضع الأمر describe مو أنه بس إحنا نتعرف أنه في هذا الأمر، كمان أنه كيف نستخدم أمر موجود في لايبرري معينة، لأنه إلى الآن ما شفنا كيف نستخدم أمر موجود في لايبرري. زي ما اتفقنا ما ننسى أنه أول خطوة لازم أثبت اللايبرري أو الباكيج اللي أنا أحتاجه. الأمر ديسكرايب موجود في باكيج اختصار كلمة psychometric اللي هي الـ PSYCH، فلازم أول شيء نعمل لها installation فتضاف على الحزم المتاحة عندنا في الآر. وبعدين لازم أستخدم كلمة library علشان أقول له أنه أنا قاعدة أستخدم psychometric package هذه. فكتبنا زي مظاهر باللون الأزرق library psychometric، وبعدين قلنا بدأنا نستخدم الأمر describe. طبعا ببساطة الأمر describe هحط ما بين قوسين اسم الداتا سيت اللي أنا أبغى يعني يعمل لي ديسكريبشن لها. ببساطة حيعطيني الإحصاءات الوصفية البسيطة اللي ممكن أنا أخذها من الـ CSS أو ممكن أعملها بالإكسل أو غيره. فأعطاني مثلاً عدد العينة الـ N الـ Mean الـ Standard Deviation الـ Median وهكذا.
فهذه يعني واحد من الأمثلة على أنه لما يكون في عندي أمر موجود في لايبرري معينة زي ما اتفقنا، أعمل انستول بعدين أستدعي اللايبرري أو الباكج باستخدام الأمر لايبرري، وبعدين ببساطة أقدر أستخدم الأمر اللي أنا أحتاجه. طيب شفنا عدد من الأوامر علشان نعمل exploration بس للداتا أو نستكشفها. واحد من الأشياء اللي ممكن نحتاج أيضا نسويها أنه نعمل manipulation للداتا أو نعالجها أو نغيرها. علشان نعمل manipulation على الأغلب حنحتاج واحدة من الباكجز اللي قلنا أنها أكثر two packages شائعة الاستخدام اللي هو الباكج deployer. الديبلاير فيه عدد من الأوامر اللي ممكن يعني يكون استخدامها شائع كثير، وعلى الأغلب راح تحتاجوا تستخدموها. حناخذ مثال على كل واحد: السيلكت، الفلتر، الارينج، الميوتيت، والسمرايز، والجروب باي. على السريع السيلكت، لو عندكم خلفية سابقة عن الـ SQL مثلا اللي هي لغة الاستعلام، لو عندي مثلا عدد كبير من الصفوف في داتابيس معينة، جدول بيانات معين، أنا ممكن أرغب في يعني استخراج أو استرجاع نوع معين فقط من الأعمدة، أو يعني جزء معين من الأعمدة، ما أبغى كل الأعمدة. فالسلكت هنا زي السلكت حقة الـ SQL، حقول سلكت وبين قوسين أحط اسم الداتاسيت ماي داتاسيت، وبعدين أبدأ أحدد الأعمدة اللي أنا أرغب في إني أعمل لها سيلكت أو اختيار علشان تظهر أمامي. فاخترت مثلاً ما بين الأعمدة اللي كانت عندنا الميثود والبروسيسنج باور فقط، فأعطاني بالضبط التو كولمز هذه اللي أنا اخترتها، ويعني راح أزال كل الكولمز الأخرى الأعمدة الثانية اللي أنا ما طلبت أعمل لها سيلكت. فواضح انه السلكت بتشتغل على الاعمده، انا قاعده اختار اعمده معينه. في المقابل انا ممكن اختار الفلتر، استخدم الامر فلتر علشان اختار صفوف معينه بنفس الطريقه، حكتب فلتر بعدين اسم الداتا سيت ماي داتا سيت، وبعدين حكتب الفلتر اللي انا ابغى اطبقه. طريقه كتابتي للفلتر حنشوف اكثر من مثال. ممكن مثلا اقول انا ابغى فقط الصفوف اللي يكون الميثود فيها يساوي A، فما كتبت طبعا دائما لما اكتب المقارنه الشرط حق المقارنه ما نستخدم يساوي واحد، لازم نستخدم علامه يساوي مرتين، فاكتب ميثود يساوي يساوي A. هنا اعطاني فقط الصفوف اللي فيها الA ميثود. نعم الدوره ان شاء الله مسجله وحتنزل على حساب الكليه لاحقا. طيب نكمل، قلنا هذه واحدة من الطرق حقة الفلتر. الفلتر زي الوير صحيح، في السيلكت في الـ SQL لما أكتب وير بنفس الطريقة هنا أنا قاعدة أستخدم الفلتر. طيب طرق ثانية لعمل الفلترينج اللي خد اختيار صفوف معينة، ممكن مثلا أستخدم الأكبر من أو الأصغر من، فممكن أكتب accuracy أكبر من 20، أعطاني فقط الصفوف اللي accuracy فيها أكبر من 20. ممكن أستخدم شرط مركب، يعني مثلا أقول accuracy أكبر من 20 بعدين قلت and speed أقل من 100، فممكن أستخدم رموز الـ and والـ or برضو علشان أعمل شروط مركبة. هذا الـ select والفلتر. طيب الـ arrange، الـ arrange بتعمل لي sort برضو زي ما احنا عارفين الـ select الـ SQL بتساعدني على أني أنا أعمل ترتيب معين order by، يعني عمود معين أو column معين. فأنا هنا مثلا طلبت منه يعمل arrange للـ my dataset باستنادا على العمود speed، فقام رتب لي القيم بناء على العمود speed طبعا بطريقة تصاعدية، بدأ من الـ 25 للـ 450. لو أبغى العكس أستخدم الـ descending زي مظاهر عندي تحت، ما استخدمت speed مباشرة، حطيت speed ما بين قوسين سبقتها بكلمة descending DESC. فهنا شفنا كيف عملنا الأوامر الـ SQL البسيطة اللي هي كيف أنا أعمل اختيار لأعمدة معينة، صفوف معينة، أو كيف أعمل sort للسجلات اللي عندي. طيب كمان ممكن أستخدم الأمر mutate علشان أضيف عمود إضافي ما يكون موجود أو لا يرغب في أنه يكون موجود بشكل أساسي في الـ dataset. ليش؟ يمكن لأنه ممكن حسابه ببساطة من أعمدة أخرى. يعني مثلا ممكن يكون في عندي فاكتور اضافي انا ابغى اعرفه، ابغى احسب الاكيورسي تقسيم السبيد مثلا، وابغى اضيفه كعمود اضافي على الداتا سيت اللي عندي، فببساطه حقول ميوتيت ماي داتا سيت
بعدين سميت اسم العمود الإضافي اللي أنا بضيفه فاكتور 1 وقلت يساوي، وقلت هو accuracy تقسيم speed. فقام زي ما احنا شايفين في الأسفل أعطاني كل الداتا سيت كاملة وأضاف عليها في الأخير عمود الفاكتور 1 وحسب لي القيم الخاصة فيه. طيب آخر حاجة حنشوفها في الباكج ديباير اللي هي الأمرين سمرايز وجروب باي، يعني في كثير من الأحيان نحتاج نستخدمهم مع بعض. ايضا الجروب باي احنا ممكن اللي عنده خلفيه سابقه عن الاس كيو ال برضه احنا بنستخدم الجروب باي علشان نعمل تجميع للصفوف بناء على يعني قيم معينه. السمرايز فكرته انه بيعطيني ملخص للقيم اللي موجوده عندي، الداتا اللي موجوده عندي، بس احنا اللي نحدد ايش الملخص اللي احنا نبغاه. فكيف حكتبها؟ حكتب الأمر summarize بعدين اسم الداتا سيت، وبعدين ححط الأعمدة اللي أنا أبغاها تحسب اللي أنا معتبرتها هنا summaries للداتا حقتي. فأول عمود حبيت أني أول summary حبيت أحسبه اللي هو التوتال. التوتال عبارة عن حجم العينة عندي أو الN، فببساطة حقول N قوسين فارغة. بعدين قلت كما أبغى أحسب عمود جديد اسمه الأفريج سبيد. الافرج عادة احنا بنستخدم المين عشان نحسب الافرج، فقلت مين وبين قوسين العمود اسمه سبيد. بعدين ابغى كمان احسب الافرج حق الاكيوريسي، فقلت افرج اكيوريسي يساوي مين للاكيوريسي، وقفلت القوس. اعطاني الناتج الثلاث اعمدة بالاسماء اللي انا سميتها توتال افرج سبيد وافرج اكيوريسي، وقام بحساب القيم على حسب الداتا اللي موجودة عندنا في الماي داتا سيت. طيب في حاجة يعني يوسفل أو مساعدة في الـ R نسميها البايبس. فكرتها زي ما احنا شايفين في الأمر سمرايز اللي كتبته في البداية في الأعلى، كتبت الماي داتا سيت داخل القوسين. في طريقة ثانية تساعدنا في إننا نمرر الداتا سيت عبر بايبس معينة أو يعني أنبوب معين، فحقول my dataset وبعدين استخدم الرمز الخاص بالبايبس اللي هو percentage بعدين اكثر من وpercentage، وبعدين استخدم الامر اللي انا ابغى امرر له عبر هذا البايب الداتاset اللي انا احتاجها. فلاحظوا السمرايز اللي في السطر هذا مباشره كتبت عندها total والaverage speed والaverage accuracy بدون ما احتاج اني انا اكتب الماي dataset لاني مررت لها عبر البايب. طيب متى يعني في هذه الحالة زي ما احنا شايفين في السمرايز كان عندي خيار اما اني انا اكتب الماي داتا سيت داخل القوسين او اني امررها عن طريق البايب، لكن في المثال الاخير اللي هو الخاص بالجروب باي مضطرين انه احنا نستخدم البايب لانه انا محتاجة امرر الماي داتا سيت للجروب باي وبعدين ابغى امرر الجروب باي للسمرايز. فكتبتها بهذه الطريقة ماي داتا سيت بعدين حطيت الرمز حق البايب بعدين حطيت جروب باي وحددت انا ابغى اسوي الجروبنج او التجميع بناء على ايش، اخترت الميثود. فانا ابغى يحسب لي العدد العينه حجم العينه والافرج سبيد والافرج اكيوريسي لكل ميثود على حده، للميثود اي على حده والميثود بي على حده والميثود الهايبرد على حده. بعدين عادي كتبت كملت سمرايز للتوتال والافرج سبيد والافرج اكيوريسي. فاحنا هنا تعرفنا على اوامر مختلفه من خلالها اقدر اتعامل مع الداتا اللي احنا عرفناها سواء عن طريق الاكسبريشن او المانيبيوليشن. الشيء التالي اللي ممكن نفكر نعمله انه انا يعني زي اسم المسمى الدوره كان تحليل البيانات وتصويرها، فاحنا التصوير المقصود فيه انه احنا بنعمل رسوم بيانيه من الداتا. برضو أنا قبل ما أحاول يعني جنب أروح للآر مباشرة وأشوف كيف أعمل رسوم بيانية لازم يكون عندي خلفية نظرية بسيطة عن الرسوم البيانية المختلفة، متى أستخدم كل رسمة بيانية كل شكل علشان يخدمني بطريقة معينة. ويعني برضو نتمنى أنه طالما صار عندنا أدوات احترافية زي الآر أنه نبدأ نبتعد في أبحاثنا عن الرسوم البيانية التقليدية زي البار تشارت مثلاً والباي تشارت. ممكن نبدأ نستخدم مثلاً البوكس بلوت والأشياء اللي ممكن تساعد القارئ المقالة العلمية أو الورقة العلمية على إنه يفهم البيانات بطريقة أفضل، أو حتى الباحث نفسه يقدر يفهم ويتعرف على البيانات بطريقة أفضل. فالجانب التصويري جانب جداً مهم، وزي ما قلنا
مهم إنه يكون عندنا الأساس النظري جيد، وبعدين الأساس العملي إنه يجي يعني بسهولة إن شاء الله. وبرضو يعني من الآن أحط لكم مقدمة إنه يمكن كتابة الأوامر الخاصة بالرسوم البيانية في ديتيلز شوية، في تفاصيل، لكن أرجع وأقول يعني عمرنا ما حفظنا هذه الأوامر. الطبيعي إنه يكون عندنا مرجع للغة الآر وغيرها من اللغات، في كل مرة نحتاج إنه نعمل دوت من نوع معين حرجع لي يعني المراجع اللي تساعدني ببساطة أكتب الأمر اللي أحتاجه. فحنتعرف كذا بس ببساطة على عدد كذا من أنواع الرسوم البيانية، وبعدين نشوف كيف ممكن ننشأها بالآر. أشهر رسم بياني يمكن يكون البار بلوت أو الرسم الأعمدة، يوضح لي لو كان عندي مثلاً متغيرات مختلفة كم القيم اللي يأخذها كل متغير من هذه المتغيرات. طبعاً يساعدني أنا أقارن ما بين هذه القيم، إيش المتغير اللي مثلاً قيمه أعلى أو أقل قيمة وهكذا. يعني مثلاً في الرسم اللي على اليمين واضح أنه مثلاً البار اللي باللون الأحمر أول واحد هو أعلى قيمة، فهو لو كان الهدف من الرسم البياني أنه إحنا نعرف مثلاً الأعلى والأقل، ممكن البار تشارت يكون مناسب في هذه الحالة. النوع الثاني من الرسوم البيانية الهيستوغرام، ويمكن برضو يعني زي ما قلنا يكون مغفل حقه مقارنة بالبار تشارت مثلاً. الهيستوغرام فكرته أنه يعتمد على الفريكوينسيز أو التكرارات، كل قيمة كم مرة تكررت عندي في الداتا سيت، ويساعدني جدا في ان انا اكتب بيانات بطريقه سريعه جدا مقارنه فيما لو انا كنت مثلا بس اقرا البيانات بالعين المجرده بدون رسمه بيانيه. يعني مثلا الرسم اللي بالاحمر على اليمين يوضح لي اعمار السيدات اللي بيزوروا المكتبه مثلا. برضو خلينا يعني نستغل الشات، وابغى اسالكم من خلال الرسم البياني الهيستوغرام ايش تقدروا تستنتجوا؟ السيدات اللي بيزوروا المكتبة مين هم؟ يعني أي فئة عمرية هي الأكثر؟ طيب يعني الغالبية بيجاوبوا ما بين 60 و70، بس في سؤال كان إيش الفرق بين البار تشارت أو البار بلوت والهيستوغرام. قلنا البار بيعطيني الأعداد لكل متغير، هنا بيحسب لي الفريكوينسيز للأرقام المختلفة للقيم المختلفة. طيب فهذا النوع الثاني الهيستوغرام. النوع الثالث اللي برضه يعني نتمنى أنه نبدأ نشوفه بشكل أكثر في المقالات العلمية اللي هو البوكس بلوت، بيعطيني قيم يعني كثيرة في رسمة واحدة، بيعطيني إيش أعلى قيمة وإيش أقل قيمة، بيعطيني لو في outliers أو قيم شاذة، بيعطيني إيش الميديان، بيعطيني فين الربع الأول فين الربع الثالث. ففي قيم كثيرة جدا بتظهر من خلال رسمة البوكس بلوت. صحيح الميكس والماكس والمين كلها بتظهر عندي من البوكس بلوت. فواحد من الرسوم البيانية القيمة اللي نتمنى إنه يعني طالما عندنا أدوات زي الآر بتسهل علينا إنتاج مثل هذه الرسوم البيانية، نتمنى إنه نشوفها في المقالات العلمية بشكل أكبر. برضو عندنا واحد من الرسوم البيانية الشائع هو السكاتر بلوت، اللي هو مجرد إنه إحنا نشوف بدل ما نشوف منحنى كامل نشوف نشوف النقط تمثل القيم المختلفة. فمثلا لو عندي متغيرين X و Y أو هنا مثلا temperature والvisitors، أبغى أشوف في كل temperature كم كان عدد الزوار أو الvisitors، فأحط قيمة تمثل نقطة التقاء قيم ال X وال Y. وهذه هي فكرة الscatter plot، يوضح اتجاه القيم علشان نعرف مثلا هل في يمكن المقصود ارتباط معين، او هل هو الارتباط ايجابي او سلبي، ممكن نضيف له حاجه معينه علشان يساعدني في اني اعرف هل في ارتباط او ما في ارتباط، او ممكن حتى من الشكل يعني شكل اتجاه النقاط المختلفه هذه يدلنا.
حنشوف بعد شوية فكرة الرسمة الخط حق الارتباط. طيب احنا الآن بس شفنا بطريقة نظرية الرسوم البيانية المختلفة. طبعا عن طريق الار كيف ممكن اعمل مثلا بار بلوت. البار بلوت زي ما قلنا يعتمد على التعدادات. فعلشان مثلا اعمل بار بلوت للميثودز المختلفة عندي الاي والبي والهايبرد، ابغى اعرف كل واحدة مثلا البي كم يعني مرة استخدمت والبي والهايبرد. فعملت جدول سميته count واستخدمت الأمر table. هنا لاحظوا عندي ما بين القوسين استخدمت my dataset بعدين علامة الدولار ساين بعدين method. هذه طريقة تسمح لي أني أخذ عمود واحد، يعني ما أخذت الdataset كاملة، أنا أبغى بس العمود حق الميثود. فقلت my dataset dollar sign method، معناته أبغى العمود كامل حق الميثود في الdataset اللي اسمها my dataset. فقام أعطاني جدول اللي سميته count وقال إنه الA ثلاث مرات، الB ثلاث مرات، والhyper ثلاث مرات. الآن باستخدام الجدول count أنا حقدر أنشئ البار plot. فببساطة كتبت الأمر بار plot وبين قوسين أول حاجة أبغى أقول له من فين يأخذ القيم حقتي، فقلت ياخذها من الكاونت. وبعدين مهم جدا في كل رسمه بيانيه انه انا اعمل لها كابشن، يعني اعمل لها عنوان ايش الرسمه هذه، وان امكن اعمل للاكس والواي اكسس ليبل كل واحد ايش عنوان المحور الصيني والصادي. فعلشان اعمل الكابشن الاساسي او العنوان الاساسي حستخدم البارامتر مين، فحقول مين يساوي ميثود ديستريبيوشن مثلا، والإكس ليبل أبغى المحور الصيني يكون بالاسم ميثود زي ما ظاهر عندي. ما شاء الله إحنا قربنا نخلص الساعتين، فأنا هحاول أستعجل شوية. فهذا هو البار بلوت. النوع الثاني اللي هو الهيستوغرام. الهيستوغرام حتستخدم الأمر هيست علشان نفس الشيء اخذ عمود معين، مثلا اخترت سبيد علشان ابغى يحسب لي التكرارات للسرعات المختلفه اللي عندي. فبنفس الطريقه قلت له my data set dollar sign speed واستخدمت البارامتر main علشان احط عنوان رئيسي للرسم البياني، واستخدمت الاكس ليبل علشان احط ليبل او عنوان للمحور الصيني وسميته سبيد. طبعا استخدامنا يعتمد على نوع البيانات، يعني احنا زي ما اتفقنا من البدايه هنا يعني كان مجرد توي اكزامبل، يمكن ما تبان اهميه الهيستوغرام او انا المفروض استخدم بار بلوت ولا هيستوغرام الا لما يكون في عندي داتا كبيره تستحق ان انا مثلا اعمل لها احسب لها تكرارات وهكذا. طيب البوكس بلوت ايضا زي ما اتفقنا سهل جدا انشاؤه بالار، ممكن ببساطه باستخدام الامر بوكس بلوت. بس لازم اعرف هنا البوكس بلوت زيه زي السكتر كمان يكون علاقه ما بين متغيرين. فانا هنا مثلا استخدمت المتغير الميثود على المحور الصيني واستخدمت السبيد على المحور الصادي. مهم جدا نعرف انه انا ايش اللي ابغاه يكون على المحور الصيني وايش اللي ابغاه يكون على المحور الصادي، لانه زي ما انتم ملاحظين في الامر بوكس بلوت كتبت سبيد بعدين استخدمت الشرطه اللي هي دائما نسميها تقريبا، بعدين ميثود، يعني لاحظوا بدات بالواي اكسس اللي هو سبيد بعدين الميثود اللي هو الاكس اكسس. وبعدين لازم اقول له من يعني السبيد والميثود هذه من اي داتا ست، ياخذ القيم من الداتا اللي اسمها ماي داتا ست، فاحسب داتا يساوي ماي داتا ست. اذا مره مهم نعرف هو هل الامر ياخذ الواي اول والاكس اول. هنشوف بعد شوية مع النوع مختلف من الرسوم البيانية أنه يأخذها بطريقة مختلفة، العكس يأخذ الـ X قبل الـ Y. فإذا الـ Box Plot يأخذ الـ Y بعدين الـ X وبعدين الـ Data. تمام؟ فرسم لي هنا الـ Box Plot. في سؤال مرة مهم نسأل، كم حجم الـ Data اللي نحتاجه عشان نعمل تحليل بيانات؟ حقيقي يختلف، يعني كل ما كان عندك أكيد حجم بيانات أكثر كل ما كانت الـ يعني نسميها قدرتك على انك تعمم الداتا اكثر، لكن يعني هذا يبغى لها يعني جلسه لحالها، انه كل نوع معين انا على حسب حجم البيانات ايش القرارات اللي انا اقدر اتخذها او ايش الدقه اللي انا اقدر اتخذ من خلالها
الاستنتاجات اللي أنا أقدر أستنتجها. طيب نكمل الscatter plot. هستخدم الأمر plot. البلوت هحط له ما بين قوسين، أول شيء هكتب له العمود اللي هستخدمه في الـ x-axis، لاحظوا هنا العكس، حطيت الـ accuracy، قلت له my dataset dollar sign accuracy. لاحظوا إنه في فرق كبير ما بين البوكس بلوت والبلوت. إيش السبب ليش هي مختلفة؟ يعني ممكن واحد من الأسباب إنه يكون المطورين اللي طوروا كل الأمر ممكن يكونوا مختلفين يعني. يعني زي ما اتفقنا هذا واحد من الأسباب اللي خليني أأكد على نقطة إنه إحنا عمرنا ما حفظنا هذه الأوامر. المنطقي يقول إن أنت ممكن تستغل يعني المساحة الذاكرة هذه اللي عندك في إنك تتعلم أشياء أخرى أو تحفظ أشياء أخرى. الأوامر هذه ليست للحفظ، المهم إنه أنت تفهم كيف الطريقة ويكون عندك مرجع سهل الوصول له كل ما احتجت إنك تعمل رسمة بيانية من نوع معين. فنكمل البلوت، ححط الاكس العمود حق الاكس اكسس اول شيء الاكيوريسي واستخدمته بطريقه الدولار ساين، بعدين كوما حطيت الواي اكسس سبيد، وبعدين حطيت بنفس الطريقه العنوان الرئيسي باستخدام مين، وبعدين استخدمت شيء اسمه البي تي اتش واخترت الرقم 19. تقدروا تجربوا ارقام مختلفه غير ال 19، بس ال 19 هو الشائع اكثر، اللي هو يعطيني شكل النقطه اللي هي الدائره الصغيره هذه. في أشكال أخرى لو استخدمت أرقام مختلفة ممكن تظهر معاكم بالتجربة. طيب لاحظوا معانا اللي على الشاشة يظهر رسمتين. الرسمة الأولى ظهرت لما حطيت الأمر السطر الأول فقط اللي هو البلوت. الرسمة الثانية ظهرت تكملة على الرسمة الأولى لما حطيت الأمر الثاني الـ AB line. كانت واحدة من الحضور بتسأل هل بيعطيني الخط حق الارتباط؟ احنا لو حطينا الـ AB line حيظهر معي الخط الأحمر هذا، وبالتالي أقدر ممكن أفهم نوع الارتباط ما بين المتغيرين. فلاحظوا معي هنا برضو أنه الـ AB line معكوس، بياخذ الـ Y axis أول وبعدين الـ X axis. نقدر نحدد لون الخط، سميت الكلر يساوي ريد هنا مثلا عشان يعطيني لون الاحمر للخط. فهذه هي الرسوم المختلفه زي ما شفنا. حقيقي انا اعتبر يعني مع الممارسه بالتاكيد حيكون يعني استخدام الار لمعالجه البيانات للعمل الرسوم البيانيه سهل جدا بحول الله حيكون عليكم، بالذات انه احنا مضطرين نحفظها، ممكن يكون عندنا مرجع لها دائما. طيب بس في حاجة، احنا بدأنا حديثنا عن الباكجز وقلنا انه في تو باكجز مرة شائعة واساسية، وشفنا منها واحد اللي هو الديبلاير. الباكج الثانية اللي هي الجي جي بلوت. الجي جي بلوت لاحظوا معاي الرسم اللي هنا والرسم اللي هنا، واضح انه في فرق كبير في الجودة. فلو استخدمنا الباكج الاساسية اللي تيجي مع حزمة الار حنحصل على هذه الجودة. لو استخدمت الباكج جي جي بلوت ححصل على اشياء احترافيه اكثر، فدائما ننصح بانه احنا نستخدم الجي جي بلوت. فبدل ما استخدم البلوت هنا حستخدم الامر جي جي بلوت. وطبعا طريقته شويه مختلفه، يعني واضح انه انا عندي هنا ثلاثه اوامر. كل امر انا لما كتبت الامر الاول ظهرت عندي الصوره اللي على اليسار، لما كتبت الامر الثاني هي نفس الصوره بس اضيف عليها النقط المختلفه اللي هي حقت السكاتر بلوت، ولما أضفت الأمر الثالث رجع حط لي الخط اللي أنا أبغاه حق نوع الارتباط. طيب يعني زي ما قلنا كلها بتاخذ كل الأسطر الثلاثة بتاخذ الماي داتا سيت، ونوضح لها إيش الـ X axis وإيش الـ Y axis. هنا عندي الـ X الـ accuracy والـ Y speed. في الأمر الثالث كتبت له أنا أبغى الـ points هذه، فحط لي اضاف البوينتس. وفي الثالث انا كنت ابغى اللينير ريجريشن، فحطيت له الميثود يساوي الام، فاضاف لي الخط حق الانحدار. فهذه هي ببساطه يعني الاوامر المختلفه اللي ممكن نستخدمها الار علشان اما اعمل يعني استيراد للبيانات او اعمل اكسبلوريشن او مانيبيوليشن او فيجواليزيشن. آخر حاجة حقيقي حابة أني أضيفها في لقاءنا اليوم اللي هو يعني أخذنا حاجة بسيطة اليوم، مدخل فقط، مفاتيح للغة الآر.
طب كيف لو قررت إني أنا أتعلم أكثر، إيش ممكن يعني إيش هي المصادر اللي ممكن أرجع لها؟ ممكن نرجع لكتب، في حقيقة كتب عديدة. إذا كنت من الأشخاص أو كنت من الأشخاص اللي تفضلوا هذا النوع من التعليم، في ناس يعني تفضل إنه ترجع لكتب على أساس إنه أحيانا الكتب تكون فيها ديتيل ما هي موجودة في أشياء أخرى، ممكن يكون فيها أمثلة أكثر وهكذا. فممكن يكون يعني you can google it، أكيد ممكن تكتب كتب عن R، لكن هذه الثلاثة مثلا أمثلة: using R for statistics، the art of R programming، R for everyone، وفي كتب كثيرة يعني غيرها. ممكن تكون من الناس اللي يفضلون منصات التعليم الإلكترونية، في أشياء عربية وفي أشياء إنجليزية. مثلا على منصة رواق العربية في أعتقد كورسين، واحد يعتبر من مستوى مبتدئ، واحد يعتبر شوية مستوى متقدم، فبرضو أنصح فيها، يعني منصة مجانية، الدورة متاحة للجميع، ممكن ببساطة تدخل عليها وتتعرفوا يعني على أشياء وأوامر إضافية في الآر، وكيف ممكن نعمل تحليل بيانات بطريقة متقدمة أكثر. ممكن نستخدم الداتا كامب، حقيقي الكورسات اللي موجودة في الداتا كامب هي من الاسم يعني حتى المنصة داتا، هي موجهة للداتا ساينس، فهي مهتمة بتحليل البيانات، وعندهم كورسات، مو كورس واحد، كورسات عديدة جدا للغة الآر. ممكن تكونوا مثلا مهتمين بمستوى، ممكن يكون المستوى مبتدئ، متوسط، متقدم، ممكن تكونوا مهتمين باستخدام مثلا الآر لتحليل بيانات من نوع معين، زي مثلا في عندهم كورس مرة لطيف عن استخدام الآر لتحليل التغريدات في تويتر. ممكن تكونوا مهتمين بتحليل البيانات المالية، مثلا عندهم كورس متخصص في هذا المجال وهكذا. فبرضو الآر الداتا كامب لتعلم الآر خيار جدا مناسب. ممكن تكونوا مثلا تستخدموا أدوات تعلم تفاعلية، في باكيج ممكن نضيفها على الآر تسمح لنا نتعلم الآر بالآر نفسه أو من داخل الآر نفسه، لو حبيتوا تطلعوا عليها اسمها سويرل. وممكن برضو خيار يعني ممكن يكون مساعد ومنقذ في كثير من الأحوال، اللي هي استخدام الأمر هيلب في الآر نفسه. لو مثلا حبيت أتعرف في، يعني إحنا شفنا مثلا الباريبلز والفيكتور والماتريكس والداتا فريم، بس في شيء اسمه ليست مثلا ما شفناه. طيب أنت حاب مثلا تتعرف أكثر على الليست، ممكن ببساطة تكتب هيلب وبين قوسين تحط الأمر اللي أنت حاب تعرف عنه أكثر، والجزء اللي تظهر فيه الرسوم البيانية، الجزء اللي على اليمين في الأسفل، هيعطيك تعليمات أكثر عن الأمر ليست. فهذا حقيقي اللي عندي للقائنا اليوم. لو في يعني متبقي معانا كده 10 دقائق، لو في أسئلة ممكن نحاول نجاوب عليها، وأتمنى إنه الكل يكون يعني استفاد أولا، وثانيا برضو أستاذ رائد أو دكتورة عهد ياليت تضيفوا رابط الحضور. الشكر لكم دكتورة، موجود الرابط راح نحطه الآن مرة ثانية، في حال أحد حابب يعني يسأل سؤال صوتي ممكن يضغط لنا على الإزرار raise hand اللي هو رفع اليد، أنا أعطيه صلاحية التحدث. أيضا عندكم الخيار الثاني أن أنتم تكتبوا الأسئلة في الشات، فعندكم الخيارين. أيضا دكتورة تهاني لو ممكن تحطي لنا مثلا أي طريقة تواصل معك، إيميلك مثلا في حال كان عندهم أي أسئلة لاحقا. طيب هي أبسط طريقة، هنا هذا حسابي على تويتر، يعني أرحب جدا بالمتابعة والتواصل عن طريق الدايركت مسجز على تويتر. نفس المسمى هذا التي ام شبيت نفسه هو إيميلي على جيميل، أو على برضو جامعة أم القرى، ممكن برضو تراسلوني إيميل على الجيميل بنفس المعرف تي ام شبيت، أو على تويتر أو بأي وسيلة تواصل. أرحب أكيد بأي تواصل بخصوص الآر أو بخصوص أي يعني اهتمام آخر من اهتماماتي. في بعض الأسئلة دكتورة موجودة في شات، ممكن نعم تشيك عليها.
لو عندي داتا سيت وأبغى أعرف داتا سيت كبيرة وأبغى أعرف إيش الإحداثيات القريبة من بعضها. والله في طرق مختلفة، يعني هو غالبا الشخص اللي عارف الداتا سيت حقته هو أكثر شخص يقدر يعني يعرف إيش الطريقة الأنسب، بس يمكن أكثر شيء جاء في بالي الآن شيء نسميه Network Analysis، تحليل الشبكات اللي من خلاله يعني تمثل الإحداثيات المختلفة وتشوف بيانية يعني بيانيا إيش الأبعاد المختلفة، وممكن تعملها تجميع بناء على تقاربها مع بعض. يعني أفتكر إذا ماني غلطانة نوع هذا من التحليل شفته في كورسات الداتا كام، فلو مهتم ممكن تبحث عن شيء اسمه Network Analysis with R، هتساعدك كثير في لو كان عندك إحداثيات يعني الأشياء اللي لها علاقة بالأبعاد أو المسافات ما بين القيم. إن شاء الله أكون جاوبت على السؤال. فين نلاقي الدورة مسجلة؟ إن شاء الله حتنزل على اليوتيوب الخاص بحساب كلية الحاسب الآلي بجامعة أم القرى. إذا في مانع نشارك السلايدات، الدورة كاملة حتكون موجودة على تويتر بحول الله، عفوا على اليوتيوب بما فيها السلايدات بحول الله. الرابط مو مفعل تبع الحضور؟ لا المفروض إنه مفعل. هل في رسالة خطأ معينة بتظهر؟ إيش الفرق بين R وباقي اللغات؟ يعني أنا حاعطيكم مثال واحد أو خلينا نقول مثالين. المثال الأول البايثون مثلا، في مقارنات كثيرة بتصير ما بين الآر والبايثون، هل أستخدم الآر ولا البايثون لتحليل وتصوير البيانات؟ الجواب إنه يعتمد على الشخص نفسه. كيف يعتمد على الشخص نفسه؟ مثلا لو أنت أوريدي متمكن من البايثون فممكن يكون الخيار انه انت تتعلم لسه لغة جديدة يمكن يكون ما هو خيار مناسب لك، فممكن ببساطة تستخدم البايثون لانها بتعطيك الامكانيات اللي موجودة في الار وانت اوريدي متعود انك تستخدم البايثون، فما له داعي انك تستخدم مثلا حاجة جديدة لسه بتتعلمها. في المقابل البايثون مثلا مو بس بيعطيك تحليل بيانات، هي تعتبر لغة برمجة عامة بتسوي لك اشياء اكثر من مجرد تحليل بيانات. لو انت مثلا لا لسه ما لا تعرف لا بايثون ولا ار ولا انت مهتم ببرمجه مثلا تطبيقات ومواقع وكذا، لا انت مهتم فقط يورلي بتحليل البيانات، الار ممكن تكون اسهل خيار انسب لك لانها لغه محدوده الاشياء اللي فيها فقط مخصصه موجهه لتحليل البيانات. ناخذ مثال ثاني، لو بقارن مثلا الار مع الاس بي اس اس او الساس، هنا صار الخيار مو ما بين يعني لغة برمجة عامة ولغة برمجة خاصة، صاروا لا كلهم أدوات تستخدم فعلا لتحليل البيانات. إيش حيكون الفرق هنا؟ أنا برأيي الفرق مثلا يكون السعر، ممكن يكون توفر المصادر، يعني مثلا لما أجي أقارن المصادر المتوفرة للساس والمصادر المتوفرة للآر، الآر الكوميونتي المتاحة داعمة أكبر في مراجع دورات كتب أكثر، كمان مجانية، كمان فيها مكتبات أكثر، يعني كل ما صار الكوميونتي أكبر كل ما صار فيه لايبراريز أو باكيجز إضافية بتساعد أو بتسهل علينا استخدام اللغة لتنفيذ المهام المختلفة. فهذا برأيي هو الفرق. يعني دائما يختلف ايضا هل الاستخدام شخصي، هل الاستخدام اكاديمي، هل الاستخدام لشركه تجاري، يعني ايش بالضبط الاستخدام، هل يفرق معانا انه يكون السعر مجاني ولا في ترخيص، ففي اشياء كثيره حقيقه تحدد. بس يعني بشكل عام، وحتلاقوا كمان مقالات مره كثير عن المقارنات هذه على جوجل، لو كتبتوا مثلا R versus Python، R versus SAS، R versus CSS، حتلاقوا مقالات مره كثيره بتفصل في هذا الموضوع. لكن من قراءاتي يعني النتيجة دائما تكون إنه الاختيار يعني اختيارات متقاربة، أشياء اختيار شخصي بيعتمد أولا وأخيرا. كيف نشرح كيف نقرأ البوكس بلوت؟ البوكس بلوت برضو يعني لا اتفقنا إنه الدورة هي مفاتيح، لا تعتبروا إن الدورة هي المرجع الأساسي لكل شيء. ببساطة لو حبيتوا تتعرفوا بتفاصيل كثيرة عن البوكس بلوت جوجلت، في ويكيبيديا مثلا مقالة تفصيلية عن البوكس بلوت بالأمثلة وبالرسوم وكذا،
لكن فكرتها ببساطة إنه أنا مثلا بدل ما زي البار تشارت مثلا أو البار بلوت يعطيني مثلا ارتفاع واحد فقط اللي هو عدد معين لعامل أو فاكتور معين. البوكس بلوت فكرته إنه يعطيني كذا حاجة في رسمة واحدة، يعطيني المن أقل قيمة، يعطيني الماكس أعلى قيمة، يعطيني الميديان، يعطيني القيم ما بين الربع الأول والثالث، فهي قيم عديدة في رسمة واحدة متجمعة. طيب لماذا سميت R؟ والله هي أساساً يعني في البداية حتى كان اسمها S ترى، ما كان اسمها R تاريخياً، كانت S وبعدين غيروها للR. هل تستخدم لتحليل البيانات فقط ولا لها استخدامات أخرى؟ هي للداتا ساينس، يعني هي أساساً لتحليل البيانات، بس زي ما اتفقنا مو بس تحليل، يعني للتجميع، للمعالجة، للتحليل، وللإكسبلوريشن وللفيجواليزيشن وهكذا. هل في جروب؟ يعطيك ألف عافية. هل حابة تجاوبي على المزيد من الأسئلة أم نخليهم يتواصلوا معاكي؟ والله هي صارت الساعة 12 دكتورة، يعني هي ليلة رمضانية، أنا يعني صحيح. الحمد لله أننا قضينا ليلة جميلة، والآر يعني أنا سعيدة والله جدا جدا بالأسئلة اللي قاعدة تنطرح، لأنه معناته أنه أثارت فضول عندهم، معناته إن شاء الله أنهم يتحمسوا يتعلموا أكثر وأكثر عن اللغة. أنا متاحة إن شاء الله في كل وقت، ممكن يتواصلوا معايا، والمصادر اللي أنا وضعتها في آخر الكورس برضو يعني فعلا أنصح باستخدامها، لأنه حقيقي ما حنقدر قيمة الآر إلا كل ما يعني تعمقنا فيها أكثر، كل ما قدرنا قيمتها أكثر، كل ما حسينا أننا متمكنين فيها أكثر. ممكن دائما أقول لطالباتي إنه أي حاجة نعتبرها بلاك بوكس كذا صندوق مغلق نخاف منها ونعتبرها يعني منطقة غير مريحة، لكن بمجرد ما نعرفها ونتعرف عليها وتصير سهل استخدامها حنبدأ نتمكن منها ونبدأ فعلا نبدع باستخدامها أكثر وأكثر، وهذا اللي أنا أتمنى أنه يكون الواقع مع كل الحضور. الله يعطيهم العافية. بس خلينا نختم إذا دكتور عهد بشكر الحضور. أول شيء طبعا شكر الكلية وشكر حضرتك دكتور عهد على اهتمامك متابعتك، شكر لأستاذنا المبدع المخلص النشيد الله يعطيه العافية، ما قصر معانا في إنشاء النماذج والحضور الدورة ومتابعتها، وشكر أكيد الكبير لكليتنا وعميدها على دعمه الدائم واهتمامه بطرح مبادرات نوعية تفيد المجتمع داخل الجامعة وخارجها، وشكري الجزيل جدا لكل الحضور اللي أمتعوني جدا اليوم بمداخلاتهم وأجوبتهم وأسئلتهم، ويا رب أكون يعني وفق لتقديم شيء يكون أضاف لهم لو شيء بسيط. يعطيكم العافية. المايك معك. شكرا جزيلا دكتورة هاني على وقتك وللحضور على حضورهم. بالنسبة للي سألوا على رابط تسجيل الدورة، أنا حطيت لكم عدة مرات رابط أو عفوا حساب كلية الحاسب الآلي نظم المعلومات على تويتر، وبإذن الله راح يعلن عن الرابط هناك، بس أعطونا كم يوم حتى نرفع اللقاء المسجل على قناة الكلية في اليوتيوب. يعطيكم العافية وشكرا جزيلا.